سألت عندها وصلوها لكن في بعض الأطفال لا زالت تعمل بأسلوب قديم، مثلا الجوازات والتجارة، لأن الأسلوب الورقي بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية عطرة أزفها إلى جميع الحاضرين معنا حضوريا وافتراضيا. على بركة الله نستأنف أشغال المؤتمر من خلال الجلسة العلمية الثانية. بقيت معنا متدخلة من الجلسة الأولى سعادة الأستاذة الدكتورة كريمة كريم، رفقة الدكتور حازم سالم محمد الشوابكة من جامعة على التوالي جامعة الجلال اليابس بسيدي بن العباس الجزائر، وكذا كلية الحقوق بالمملكة العربية السعودية، بمداخلة موسومة بتأثير الذكاء الاصطناعي على محل العقد وتكريس الملكية الرقمية. الرموز غير القابلة للاستبدال نموذجا دراسة قانونية مقارنة. هل الدكتورة متواجدة معنا دكتورة كريم؟ نعم موجودة. السلام عليكم. الصوت مسموع؟ تفضلي. نعم مسموع 10/10، تفضلي. شكرا مشكورة غير مأمورة في حدود 10 دقائق، إن شاء وبعدها الله. يستلم سعادة الدكتور حسان رشيد ساسان إدارة الجلسة العلمية الثانية، وأشكره على إدارة الجلسة العلمية الأولى بجدارة واستحقاق، وكذا أشكر جميع المتدخلين معنا، وأشكر الجميع على صبرهم معنا على هذا الانقطاع والتوقف. إليك الكلمة سعادة الأستاذة الدكتورة كريمة كريم، فتفضلي. مشكورة. نعم شكرا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا سوف أحاول أن أكون موجزة في الوقت، لأن 10 دقائق لا تكفي للتفصيل في جميع نقاط المداخلة. فكرة المداخلة تتعلق بما يعرف بالملكية الرقمية. الذكاء الاصطناعي أصبح يتدخل في إبرام العقد، أصبح هو محل للعقد، وغير أيضا حتى في الأصول أو الأشياء محل التعاقد. اخترت من بين تلك الأصول الرموز غير قابلة للاستبدال. حاولت أنا والدكتور حازم، وكانت سابقا المداخلة سوف تكون ثلاثية، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فالدراسة كانت تتمحور حول 3 قوانين: القانون الجزائري، القانون الإماراتي، والقانون السعودي. إذن كيف تم تنظيم هذه الرموز الغير قابلة للاستبدال أو ما يعرف بـ NFTs؟ هل يمكن التعامل بها؟ وما هي النتائج المترتبة عن ذلك؟ بداية، تعريف هذه الرموز. لو نحاول تحديد تعريفها الدقيق، يتعدى لسبب تقني، هو أن المصطلح هو مصطلح تقني أكثر منه مصطلح قانوني يمكن ضبطه 100%. لكن يمكن تحديد بعض التعريف المبسطة. فالرموز الغير قابلة للاستبدال هي من الأصول الافتراضية، تعتمد على تقنية البلوك تشين، تجعل من الأصول الرقمية التي يتم ترميزها فريدة من نوعها، يمكن تداولها ولكن في سوق خاصة هي السوق الافتراضية. السوق الافتراضية في الوقت الحالي هي تحضير لما يعرف بالعالم الميتافيرس، أو العالم الافتراضي الذي تجتمع فيه العالم المعزز، العالم الواقعي وحتى العالم الحقيقي. كيف يمكن لهذه الرموز أن تكون محلا للتعامل؟ كيف يمكن النظر إليها من الناحية القانونية؟ يعتبر القانون الإماراتي من أولى التشريعات العربية الذي تم بالأصول الافتراضية، خصص لها قانون تشريع خاص بها. بداية كانت بالقانون الإمارات، قانون إمارات دبي، القانون رقم 04/2022 المنظم للأصول الافتراضية. بعدها تدخلت الحكومة الاتحادية بموجب
قرار المجلس، مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 لتنظيم هذه الأصول الافتراضية عموما وخدمات المرتبطة بها. القانون 04-222 عرف الرموز غير قابلة للاستبدال تحت تسمية الأصول الافتراضية الرمزية باعتبارها تمثيل رقمي للحقوق يتم تداولها عبر منصات الأصول الافتراضية. إذا هي تعتمد على وجود أصول إما مادية أو أصول غير مادية، يتم منحها رمز معين، ذلك الرمز القيمة نتاعو في التداول في الوقت الحالي أصبحت بملايين الدولارات، ولكن ليس في السوق الحقيقية بل في السوق الافتراضية. مجالها متعدد، البداية نتاعها كانت مرتبطة بمجال الفن وكل ما له علاقة بالترفيه، التذاكر حتى يتم الدخول للملاعب، أيضا تستعمل في مجال الألعاب الإلكترونية حتى يتم شراء مثلا الألبسة الخاصة بالأفاتار للأشخاص الافتراضيين أو المعدات التي يمكن اعتمادها في تلك الألعاب. يمكن ترميز الأصول العقارية، خاصة وأن كبريات الشركات العقارية في الإمارات دخلت حتى هي في العالم الميتافيرس وأصبح لها موقع، فيمكن تداول تلك الرموز التي تمثل العقارات الموجودة في عالم الميتافيرس. استعملت حتى في مجال القطاع الحكومي، من أمثلة ذلك استعملتها العربية السعودية خلال استضافتها لاجتماع المتعلق بالمنظمة العالمية للسياحة، بالإضافة اعتمدتها القيادة العامة لشرطة دبي، اعتمدتها أيضا حكومة الشارقة، واعتمدتها أيضا الإمارات كدولة اتحادية من خلال إصدارها لأربع طوابع بريدية في شكل رموز غير قابلة للاستبدال بمناسبة خمسينية الاتحاد. أهم ميزات هذه الرموز أنها غير موجودة، غير ملموسة، عفوا غير ملموسة، هي أصول رقمية مشفرة تستعمل سلسلة الكتل أو البلوكتشين، هي منفردة متميزة لذلك تسمى غير قابلة للاستبدال، هي ترميز لحق ملكية يقع على شيء معين. إذا كيف يمكن أن نحدد طبيعتها؟ البعض حاول تحديد طبيعتها وفقا لما هو معروف ما بين الأموال المادية وغير المادية، البعض اعتمد على طبيعة الوظيفة التي تقوم بها هذه الرموز. إذا بالنسبة للطبيعة وفقا للاتجاه الأول، الرموز غير القابلة للاستبدال هي أموال منقولة غير مادية قيمية، بمعنى نستبعد تصنيفها ضمن المثليات لأن تفردها هو الذي جعلها غير قابلة للاستبدال، لذلك هذا الاتجاه يفضل تسميتها برموز منقولة قيمية وليس رموز غير قابلة للاستبدال. الطبيعة الثانية وفقا للاتجاه الثاني هي شهادة توثيق لملكية أصل رقمي. الأصل الرقمي لا يهم نوعه أو مصدره، قد يكون منقولات قد تكون عقارات. إذا سواء اعتبرناها أموال منقولة أو شهادة تثبت ملكية أصل رقمي، هل يمكن التعامل فيها؟ وهل تدخل المشرع لتنظيم طبيعة تلك التعاملات التي يمكن أن تكون الرموز غير قابلة للاستبدال محلا لها؟ هنا يمكن التمييز ما بين اتجاهين، الاتجاه الأول اتجاه رافض، الاتجاه الثاني هو الاتجاه المنظم للتعامل في تلك الرموز. الاتجاه الرافض نبدأه بالموقف الجزائري بموجب المادة 117 من القانون المالي لسنة 2018، أيضا نجد الموقف السابق للمملكة العربية السعودية التي كانت تحذر من مخاطر استعمال هذه الرموز. الخطورة هو أنها بعيدة عن رقابة البنك المركزي لأنها تستعمل تقنية البلوكتشين. الاتجاه الثاني هو الاتجاه المنظم، نبدأه بالموقف الحالي للمملكة العربية السعودية التي عرفت
بأن الرموز غير القابلة للاستبدال في الوقت الحالي أصبحت واقع، فقامت بإبرام عدة اتفاقيات وتعاون بداية مع المصرف المركزي الإماراتي، وأيضا تعاقدات مع شركات خاصة تشتغل في الرموز غير القابلة للاستبدال، حتى تضع هيئة أو عفوا بيئة قانونية تحضر للتداول في هذه العملات. الموقف الإماراتي كان من البداية واضح، نظم هذه الرموز أو هذه الأصول الافتراضية عموما ونظم تداولها بطريقة شرعية. ما هي الأحكام التي تضبط التعاملات في هذه الرموز غير القابلة للاستبدال؟ سوف يتم التركيز أكثر على موقف القانون الإماراتي، لأنه هو الذي فصل في تنظيم وطريقة تداول هذه الرموز غير القابلة للاستبدال أو الأصول الافتراضية عموما. بداية باعتبار أن هذه الأصول يتم تداولها في الفضاء الرقمي خاصة في عالم الميتافيرس، إذا هي عقود إلكترونية بالمفهوم الذي نعتمده في التجارة الإلكترونية، لأنه وفق القانون الجزائري ما زلنا نتكلم عن تجارة إلكترونية، عن عقد إلكتروني، لم ترقى المسألة للتكلم عن العقد الذكي عكس القانون الإماراتي الذي أصبح يتكلم عن العقد الرقمي بمفهوم واسع تطبيقا لقاعدة الحياد التكنولوجي، بمعنى يمكن أن يكون إلكتروني، يمكن أن يكون ذكي. باعتبار أن هذه الرموز تعتمد على سلسلة الكتل خاصة على منصة الإيثيريوم، هي التي مهدت لفكرة العقد الذكي، العقد الآلي التنفيذ، فهو يعتمد على وجود شروط محددة مسبقا، بمجرد تحقق تلك الشروط يتم تنفيذه آلي، بمعنى ملكية تلك الرموز تنتقل مباشرة من صاحبها إلى المشتري، ولا تنتقل ملكية الحقوق المترتبة عن الأصل الذي تم ترميزه، بمعنى لوحة فنية تم ترميزها في شكل رمز غير قابل للاستبدال، اللوحة الفنية تبقى ملكا لصاحبها، لكن ترميزها الرقمي سعادة هو الذي يتم الدكتورة، تداوله. نقطة سعادة أخيرة البروفيسور دكتور، كريمة، نقطة أخيرة تفضلي دكتور، في نقطة حدود أخيرة دقيقة، دكتور، تفضلي. نقطة أخيرة، نقطة أخيرة. هو من طبيعة تجارية، وقد نظم مؤخرا في آخر قانون منظم التجارة عبر الوسائل الحديثة أو عبر التقنية الحديثة، القانون الإماراتي لسنة 2023 نظم العقود الرقمية، اعتبرها عقود تجارية باعتبار أن التداول في الأصول الافتراضية عمل تجاري، المتعامل يعتبر تاجر رقمي، والطرف الثاني هو مستهلك لابد من حمايته. إذن في الأخير أمام هذا التضارب في المواقف التشريعية، الأمر أصبح واضحا أنه لا بد من تدخل على بداية على مستوى العربي ثم على المستوى العالمي حتى يتم ضبط مثل هذه التعاملات، ويمكن الاقتداء بالتوجه الإماراتي، لأن القانون المنظم للأصول الافتراضية ومزودي الخدمة المتعلقة بها فصل في جميع الجوانب، فصل في الأصول الافتراضية، فصل في طريقة التعامل، وحتى في كيفية ممارسة تلك الأنشطة، ليأتي فيما بعد التوجه أو أن يتم وضع تشريعات دولية مثل ما هو معروف بالنسبة لقواعد اليونسترا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حتى تضبط مثل هذه التعاملات التي تمتاز بالعالمية وتجاوزها للحدود الجغرافية. وشكرا دكتور. نشكر سعادة الأستاذة الدكتورة كريمة كريم على هذه المداخلة الطيبة، ونشكر من خلالك سعادة الدكتور حازم سالم. أيضا بدون إطالة نمر إلى فعاليات الجلسة العلمية الثانية. إذا كان بالإمكان الأستاذ الدكتور رشيد ساسان يتفضل بإدارة الجلسة، أو إذا تعذر عليه ذلك. إذا دون إطالة نمر إلى المتدخلين في الجلسة العلمية الثانية. سعادة الدكتورة كوثر زغودي من المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط المغرب، هل هي متواجدة معنا؟
عفوا دكتور، أعتقد أن الدكتور سلسان لا يسمع والميكروفون عنده غير مشغل. دكتورة كوثر، هل أنت متواجدة معنا؟ نمر مباشرة إلى الدكتور وسام بن شيخة من جامعة القيروان تونس، هل أنت متواجد معنا دكتور وسام؟ مرحبا، أنا متواجد معكم. شكرا. ثواني حتى. إذا الدكتور وسام بن شيخة من جامعة القيروان تونس بمداخلة موسومة رهانات العولمة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل عفوا والتعليم العالي، فلتتفضل في حدود 10 دقائق. شكرا سيد الرئيس، أتوجه بالشكر إلى كل أعضاء المركز الديمقراطي على هذا المشروع النظري المهم في عصرنا الراهن. إذا نباشر، إذا موضوع المقال هو رهانات العولمة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل والتعليم العالي، تحديات وآفاق تطوير مجال التصميم وتطبيقاته. إذا في شكل تقديم عام، نتقدم إذن بالتخطيط العام لهذا التقديم، وهو كالآتي: تقديم البحث، فرضيات البحث، الإشكالية، أهداف البحث، منهجية البحث، التحليل، ثم خاتمة. في إطار التقديم العام، يركز هذا المقال على العلاقة المتبادلة بين تأثيرات سوق العمل على التعليم العالي وتأثير التعليم العالي على سوق العمل، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها قطاع التصميم في ضوء تقدم الذكاء الاصطناعي. يستعرض المقال التغييرات التي أحدثتها العولمة في تقنيات الإنتاج ومتطلبات المهارات خاصة في مجال التصميم، ويشير إلى ضرورة تحديث المناهج التعليمية وبرامج التدريب لتواكب هذه التغيرات، مع إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في أساليب التعليم لضمان كفاءة أكبر. كما يناقش دور التعليم العالي في تأهيل الأطر الفكرية لمواجهة التغيرات العالمية، ويقترح تطوير برامج تعليمية في الجامعات التونسية تضم الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، يستعرض التحديات التي يواجهها قطاع التصميم في تونس، مثل نقص التحديث التكنولوجي والموارد. ختاما، يؤكد المقال على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لتعزيز الابتكار والكفاءة، ويقدم توصيات بتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعات وتوفير التدريب المستمر للمهنيين لضمان التكيف تمام. التطورات العالمية وتحقيق التميز في السوق المحلي والسوق الدولي. فرضيات البحث تتمثل في تأثير العولمة، أي تلزم العولمة تحديث المناهج التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي المتغير. يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة التعليم بما يتناسب مع احتياجات السوق. التعليم العالي قادر على التكيف مع العولمة من خلال تطوير برامج مبتكرة تؤهل المصممين للمنافسة. كذلك، يواجه قطاع التصميم تحديات بسبب العولمة، لكنه لا يمتلك فرصا للاستفادة من التقدم التكنولوجي. تطوير برامج تعليمية متقدمة يمكن أن يساهم في نمو مستدام لقطاع التصميم رغم التغييرات العالمية. إشكالية موضوع البحث تطرح كالآتي: كيف يمكن لقطاع التعليم العالي التكيف مع تأثيرات العولمة، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تعزز من قدرة المصممين على الانخراط الفعال في السوقين المحلي والعالمي، وأن ينافس بفعالية في ظل التحولات العالمية السريعة. أهداف البحث: استكشاف الرهانات الأساسية التي تفرضها العولمة على سوق العمل والتعليم العالي، التركيز على التحديات والفرص في مجال التصميم وتطبيقاته مثل تصميم الفضاء والمنتجات، تحديد السبل التي يمكن من خلالها تطوير القطاع ليواكب التغييرات السريعة ويحقق نموا مستديما، تطوير برامج ومناهج تعليمية مبتكرة تجمع بين الاتجاهات العالمية والتقنيات المتقدمة لتعزيز قدرة المنافسين قدرة المصممين على المنافسة في السوق العالمي. منهجية البحث تنقسم على 3 عناصر رئيسية، وهي كالآتي: دور التعليم العالي في تعزيز سوق العمل التونسية،
رهانات العولمة والتعليم العالي في مجال التصميم وتطبيقات هندسة الفضاء والتصميم الداخلي كان يماثل التكامل المعرفي. والعنصر الثالث دور التعليم العالي في تعزيز سوق العمل التونسية، تحديات وآفاق تطوير مجالات التصميم وتطبيقاتها. بالنسبة للتحليل بالعنصر الأول بالعنصر الأول بالعنصر الأول تؤدي العولمة إلى تغييرات جذرية في سوق العمل من خلال تعزيز التبادل التكنولوجي والتجاري بين الدول، مما يفتح فرصا جديدة، ولكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات مثل التفاوتات الاقتصادية والثقافية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم العولمة في تسريع الابتكار وتدفق المعرفة، مما يستدعي ضرورة تطوير استراتيجية فعالة للتعامل مع هذه التحولات السريعة. وفي هذا السياق تواجه الشركات تحديات في التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة واحتياجات المهارات الرقمية المتزايدة، إذ أصبح النجاح في سوق العمل المعاصر يعتمد بشكل كبير على قدرة الأفراد في التكيف والتعلم المستمر. علاوة على ذلك، يلعب الذكاء الاصطناعي دورا رئيسيا في تحسين الكفاءة وزيادة التنافسية، مما يفرض على العاملين اكتساب مهارات جديدة والعمل بفعالية في بيئات متنوعة ثقافيا. وبالتالي أصبح الاستثمار في التعليم والتدريب المستمر أمرا أساسيا لضمان النجاح في بيئات العمل المتغيرة بسرعة. ديناميات جديدة في سوق العمل العالمي نماذج من مجال التصميم وتطبيقاته. في سياق العولمة وتطور سوق العمل، يمكن تقسيم قطاع التصميم إلى نماذج متخصصة في مجالات متعددة تعتمد على الابتكار التكنولوجي والاستدامة. نقدم هنا نماذج بارزة في قطاعين رئيسيين مثل الهندسة المعمارية وتصميم الأثاث كأمثلة متميزة على الابتكار في كل منها. القطاع الأول الهندسة المعمارية وتصميم الفضاء. برج خليفة في دبي كنموذج الابتكار باستخدام تقنية متقدمة مثل BEM لتحسين التنسيق بين الفرق الهندسية وتحليل الرياح لتحسين الاستقرار، كما يستخدم مواد متطورة مثل الخرسانة عالية الأداء والفولاذ المقاوم للصدأ. كذلك مدينة مصر في أبو ظبي تعتبر نموذجا للاستدامة باستخدام الطاقة الشمسية والخرسانة الخضراء. يعتمد تصميم المدينة على تقنية خضراء وتقليل الاعتماد على التبريد الاصطناعي، مما يساهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. القطاع الثاني تصميم الأثاث. تصميم الأثاث مثل شركة إيكيا تعتمد على التصميم المعماري الذي يتيح تكوين قطاع أثاث مرنة وقابلة للتعديل لتلبية احتياجات مختلفة. تستخدم تقنيات متقدمة مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد والمواد المستدامة لتقليل الأثر البيئي. الابتكار في تصميم الأثاث يشمل استخدام المفاصل الذكية وأنظمة الشد المتقدمة التي توفر مرونة في الاستخدام وكفاءة في الإنتاج، مما يساهم في التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. إذا بهذا النسق يظهر الابتكار التكنولوجي في كل من الهندسة المعمارية وتصميم الأثاث في كيف يمكن للابتكار أن يعزز الاستدامة ويحسن كفاءة الإنتاج ويساهم في التميز في السوق العالمي. العنصر الثاني وهو يتمثل في رهانات العولمة والتعليم العالي في مجال التصميم وتطبيقاته. هندسة الفضاء والتصميم الداخلي كنماذج للتكامل المعرفي. لأن في ظل العولمة وتغيرات سوق العمل، يتطلب النجاح في مجالات مثل هندسة الفضاء والتصميم الداخلي تبني استراتيجيات تعليمية مبتكرة يعزز قدرة الأفراد على التكيف مع المتطلبات المتغيرة. يجب على المؤسسات التعليمية توفير برامج تعليمية شاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل التعليم عبر الإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات التقنية والفكرية والشخصية للطلاب. من المهم أيضا دمج فرص التعليم العلمي والتدريب الميداني في المناهج الدراسية مثل برامج التعليم التعاوني التي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العلمية، مما يعزز استعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل المتطور. كما يجب التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء في التعليم لتأهيل الطلاب
للتعامل مع القضايا البيئية والتكنولوجية الراهنة. تظهر هذه الاستراتيجيات أن التعليم العالي يجب أن يواكب التغييرات السريعة في السوق العالمي من خلال دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العلمي، مما يعد الطلاب لمستقبل مهني ناجح ومستدام في بيئات عمل متعددة الثقافات. أمثلة من هذه النماذج جامعة واترلو كندا تدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العلمي في شركات حقيقية في الهندسة المعمارية الداخلية. يعمل الطلاب في مكاتب تصميم وفي تصميم الأثاث، يتدربون في مصانع الأثاث مما يعزز مهاراتهم العلمية والشبكات المهنية. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT في الولايات المتحدة تتمثل في استوديوهات التصميم المتقدمة التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم المبتكر. التصميم الرقمي، نموذج ثلاثية الأبعاد والطباعة 3D، التصميم التفاعلي، تفاعل مع المستخدمين باستخدام الواقع الافتراضي، التصميم البيئي استدامة مع الأستاذ هشام، الأستاذ هشام، أخذت أكثر بكثير من الوقت المخصص للمناقشة. سأختم أختم، تفضل. بختام هذا المقال. نلاحظ أن العولمة والتطور التكنولوجي يمثلان فرصا وتحديات كبيرة لقطاع التصميم في تونس. يتطلب هذا الوضع تحديثا مستمرا للمناهج التعليمية وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في السوق، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر شكرا للمهنيين. شكرا شكرا دكتور وسام، شكرا دكتور وسام. شكرا وحتى لا نطيل، نمر مباشرة لمداخلة الدكتورة وفاء فزدوق من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس بالمغرب، معنونة بالتشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، الحماية القانونية لحقوق المرضى في القانون المغربي. تفضلي دكتورة وفاء. السلام عليكم، هل الصوت مسموع؟ مسموع أستاذة، تفضلي. حسنا، شكرا جزيلا. أود أولا أن أشكركم على هذا الموضوع القيم. السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أشارككم اليوم مداخلتي حول موضوع هام يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والرعاية الصحية، وهو التشخيص الطبي باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية التي تمثل ثورة في المجال الطبي، حيث تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية، لكنها في المقابل تطرح العديد من التحديات القانونية والأخلاقية التي تتطلب حلولاً جذرية. فالتشخيص الطبي يمثل حجر ز... حجر... يم... آه عفوا فالتشخيص الطبي يمثل حجر أساس لأي عملية علاجية، حيث يعتمد نجاح العلاج بشكل كبير على دقة التشخيص وسرعته. ومع تطور التكنولوجيا أصبح الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتحسين جودة التشخيص الطبي وتقليل الأخطاء، حيث يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية مثل الصور الشعاعية والسجلات الطبية، مما يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السرطانات وأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأنظمة الذكية مثل نتائج دقيقة وسريعة تقلل من الأخطاء الناتجة عن العوامل البشرية، مما يسهم في إنقاذ حياة المرضى. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورا هاما في تخفيف الضغط على الأطباء والممارسين الصحيين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد الطبية، مما يعزز كفاءة الخدمات الصحية وجودتها. ومن هنا تطرح إشكالية البحث حول كيف يمكن للدولة تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بشكل يضمن حماية حقوق المرضى. وفي المغرب ينظم الإطار القانوني التشخيص الطبي باستخدام التقنيات الحديثة من خلال مجموعة من القوانين التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، حيث يشمل ذلك قانون مزاولة مهنة الطب الذي يحدد معايير العناية والنتائج الواجب تحقيقها، وقانون المنظومة الصحية وحماية حقوق المرضى الذي ينص على ضرورة تعزيز جودة الرعاية الصحية بما يشمل تنظيم استخدام التقنيات الحديثة وتوفير بيئة صحية آمنة للمرضى.
بالإضافة إلى ذلك هناك قانون حماية المعطيات الشخصية الذي يضمن سرية بيانات المرضى المستخدمة في الأنظمة الذكية ويحظر إساءة استخدامها. أما قانون المستلزمات الطبية فيشدد على ضرورة مطابقة الأجهزة الذكية المستخدمة في التشخيص للمعايير التقنية والصحية مع توفير تعليمات واضحة حول استخدامها وضمان مراقبتها المستمرة. ورغم أهمية هذه التشريعات إلا أنه لا تزال بحاجة إلى تحديث شامل لتغطية الجوانب المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر دقة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية عن الأخطاء وضمان الشفافية في عمل الأنظمة الذكية. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوري في تحسين التشخيص الطبي من خلال قدرته على تحليل الصور الطبية والسجلات بسرعة ودقة تفوق الإمكانيات البشرية، حيث يعتمد على خوارزميات التعلم الآلي التي تمكن الأنظمة الذكية من تحسين أدائها مع مرور الوقت، مما يعزز من دقة التشخيص ويقلل من الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك تسهم هذه التقنيات في التنبؤ بالمخاطر الصحية وتطور الأمراض المزمنة بالاعتماد على البيانات السابقة، مما يمنح للأطباء فرصة لاتخاذ قرارات استباقية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي يواجه عدة تحديات، أبرزها الخصوصية وحماية البيانات، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على معلومات المرضى، مما يثير مخاوف بشأن احتمالية تعرض هذه البيانات لاختراق أو إساءة الاستخدام. كما يمثل غياب الشفافية المعروف بالصندوق الأسود عائقا كبيرا، إذ يصعب تفسير كيفية وصول النظام الذكي إلى قراراته، مما يقلل من ثقة الأطباء في هذه الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك تعاني المؤسسات الصغيرة من صعوبة تبني هذه التقنيات بسبب تكاليفها المرتفعة، مما يخلق تفاوتا في إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات الحديثة بين مختلف الفئات. كما يتحمل الطبيب مجموعة من الالتزامات عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي لضمان تقديم رعاية آمنة وفعالة، ومن بين هذه الالتزامات مراجعة النتائج التي تقدمها الأنظمة الذكية للتأكد من دقتها، حيث يلزم الطبيب بتحليل التوصيات الصادرة عن هذه الأنظمة وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل دون التحقق. كما يجب عليه تطبيق المعايير المهنية والتحقق من توافق النتائج مع الحالة السريرية للمريض لتجنب أي أخطاء محتملة. علاوة على ذلك يعتبر الطبيب مسؤولا عن تحقيق أعلى معايير العناية مع استخدام أعلى معايير العناية مع استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة فقط. وفي سياق المسؤولية القانونية يتحمل الطبيب جزءا من المسؤولية بناء على نظرية المخاطر والخطأ المفترض، حيث يفترض أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الأنظمة الذكية، خاصة إذا كان هناك خطر في التحقق من دقتها وطريقة استخدامها. وتبقى النقطة التي تطرح إشكالية كبيرة هي مسألة إثبات الخطأ في استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، حيث يواجه تحديات قانونية معقدة تتعلق بعبء الإثبات، حيث يقع على عاتق المريض تقديم دليل يثبت عفوا مما يجعل من الصعب تفسير كيفية وصول النظام إلى قراراته. هذا الغموض يتطلب تقنيات قانونية جيدة لتحليل أداء الأنظمة وتقييم أخطائها. علاوة على ذلك تتوزع المسؤولية في حالة حدوث ضرر بين الطبيب الذي يستخدم النظام والمؤسسة التي توفره والشركة المصنعة التي تتحمل مسؤولية ضمان دقة وكفاءة الأنظمة الذكية. ويلعب القاضي الإداري دورا حاسما في معالجة قضايا استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، خاصة مع حداثة الموضوع دكتورة، نرجو فقط الإيجاز دكتورة، لأنه حسنا مستشفى حسنا دقيقة واحدة. وفي الأخير أظهرت نتائج تقنيات الذكاء الاصطناعي نتائج إيجابية في تحسين الأداء الطبي، حيث ساهمت في رفع دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى ذلك تعزيز كفاءة الأطباء من خلال توفير الوقت وسرعة العمليات العلاجية، خاصة فيما يتعلق ومع ذلك لا تزال هناك تحديات مستمرة تتطلب معالجة، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية القانونية.
لتحقيق أقصى استفادة، كما يوصى بتحديث تشريعات لتشمل قوانين تلزم بتقييم الأنظمة الذكية بشكل دوري وتحديد المسؤوليات، كما يجب توفير برامج تدريب مستمرة للأطباء والممارسين الصحيين، كما يجب تعزيز الشفافية من خلال تطوير تقنيات تمكن من فهم آلية عمل خوارزميات الذكاء الصحي الاصطناعي، مما يعزز ثقة الأطباء والمرضى لضمان عدالة في الاستفادة من هذه التقنيات. وشكرا. شكرا للدكتورة الزوق. أكيد الاستعمالات الذكاء السلام عليكم الاصطناعي. دكتور. عليكم السلام. معك دكتور كوثر رغوي. دقيقة فقط أستاذة. أقول إذن أنه طيب، مباشرة نمر إلى الدكتورة رغوي، المعهد العالي للمهن التنفيذية والتقنيات صاحب الرباط، كلام معنونة في الرقمنة في القطاع الصحي في المغرب. تفضلي دكتورة. دكتورة رغوي. نعم، تحية طيبة. يسعدني اليوم أن أكون من بين المشاركين في هذا المؤتمر. فقط عذرا دكتورة، فقط لديك 10 دقائق 10 دقائق. فقط لإتمام. نعم، سأقتصر وسأحترم الوقت إن شاء الله. يسعدني اليوم أن أكون من بين المشاركين في هذا المؤتمر، وبهذه المناسبة أوجه الشكر الخالص للجنة المنظمة. أما بخصوص مداخلتي فستتعلق بالرقمنة في القطاع الصحي بالمغرب. تنطلق المداخلة من إشكال رئيسي يتجلى بأي دور لرقمنة القطاع الصحي في تطوير هذا الأخير، وتبني محاور البحث على محورين. المحور الأول سأقف فيه عند المخططات الرقمية بالمغرب، أما المحور الثاني فسأتحدث فيه عن دور الرقمنة في القطاع الصحي بالمغرب. فقد أطلق المغرب مجموعة من المخططات الرامية إلى تطوير القطاع الرقمي في مختلف المجالات، وقد بدأت المراحل الأولى قبل سنة 2009، وبعدها جاءت مرحلة ما بعد سنة 2011. إن المغرب يبدي اهتماما متزايدا بالتكنولوجيا الحديثة عامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بصفة خاصة، ويسعى جاهدا لاستغلالها والاستفادة من إيجابيتها. وإذا كنا قد أشرنا إلى المخطط الرقمي لسنة 2001، فإنني سأعرض إيجازا بأهم استراتيجيات من سنة 2004 إلى الآن هناك، حيث هناك البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية لسنة 2004، تم الإعداد البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية تحت اسم إدارتي، وكذا مخطط رباعي لإجرائه سنة 2005 و2008، حيث يهدف إلى تطوير معالجة المعلومات ووضع منصات إدارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، حيث تمكنت هذه البوابة من نشر أزيد من 170 خدمة عمومية رقمية وتنمية مسطرة أكثر تداولا من طرف عامة المواطنين ومهني القضاء الخاص وكذلك المرتفقين. وكذا استراتيجية او ماروك، استراتيجية الوطنية لسنة 2010 في إطار عصرنة القطاعات الإنتاجية بالمغرب، حيث حملت الاستراتيجية على عاتقها سد الفجوة الرقمية وتعميم الولوج إلى خدمات الإنترنت وخدمات الاتصال بصفة عامة، حيث اعتمدت الاستراتيجية على 4 محاور أساسية تتعلق بتنمية الإدارة الإلكترونية وتعميم وسائل تكنولوجيا الاتصال، وإضافة للتكوين في مجال تكنولوجيا الإعلام، ثم الاتصال، وآخرا تطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات. كما أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجمع المعلومات والمعرفة، تم وضع مجموعة من المشاريع والتي هدفت إلى تعميم تقنيات المعلومات لفائدة عموم المواطنين والإدارات والمقاولات، منها ما يتعلق أساسا بالإدارة الإلكترونية وكذا المرصد الوطني لتقنيات المعلومات. وتجدر الإشارة
الإشارة في هذا المجال إلى مبادرة الحكومة من أجل مضاعفة تكوين المهندسين في أفق 2010 بتكوين 10,000 سنويا، وكذا مبادرة تجهيز 8,600 قاعدة متعددة وسائل الاتصال باقتناء أكثر من 100,000 حاسوب لتفعيل الإدارة الإلكترونية، ثم إطلاق بوابة وطنية www.maroc.ma www.maroc.ma، حيث تتضمن أكثر من 600 مسطرة إدارية واعدة بوابات خاصة بمختلف الإدارات. وهناك سأنطلق إلى شرح المخطط المغربي الرقمي لسنة 2013 بعجالة، حيث اعتمد كانت هناك القيمة المضافة بالنسبة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارات العمومية، كذا تمكين المواطنين من الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي، وتقريب الإدارة من الحاجيات المتعاملين معها من حيث الفعالية والجودة والشفافية بواسطة الإدارة الإلكترونية، سواء لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على اعتماد المعلومات للرفع من إنتاجيتها، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. وعلى هذا الأساس جاء هذا المخطط مرتكز كذلك على 4 أولويات، من أهمها تقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها، تجويد وعصرنة المرفق العام، الفعالية والجودة بواسطة برنامج طموح للإدارة الإلكترونية. كما تم إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي لسنة 2020، حيث تعكس التزام الحكومة المغربية المتجسد في تغيير الثقافة المؤسساتية السائدة والمتسمة بالبيروقراطية، ومواصلة جهودها بشأن القيام بالتحول الرقمي في الاقتصاد والمجتمع والإدارة، عبر إشراك كل الأطراف الفاعلة من الوسط الجامعي، من الجماعات الترابية، ومن منظمات المجتمع المدني، وبناء قيادة قوية تسهر على أن تكون الاستراتيجية مركزية ومرتبطة استراتيجيا بمختلف مخططات تحديث القطاع العام. حيث كانت هناك الأركان الأساسية لهذا المخطط، كان التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، قطب رقمي جهوي، الموقع الرقمي. والموقع الرقمي كان أهداف المخطط هو تقريب الإدارة من المواطن ومن المرتفق، وكذلك تقليص الفجوة الرقمية في المجتمع، وتعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة. سأنطلق لإعطاء دور الرقمنة في القطاع الصحي بالمغرب. فقد عمل المغرب إلى رقمنة قطاع الصحة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الرقمنة في تطوير الخدمات الإدارية بشكل عام والصحة بشكل خاص. فقد ذهب المغرب إلى إطلاق مجموعة من المخططات لرقمنة القطاع الصحة، ومن هذه النماذج نجد البوابة الرقمية مسمى بصحتي، وهي بوابة وطنية مخصصة للمعلومات والتوعية في مجال الصحة والتثقيف الصحي، وهي تقدم إمكانية الوصول السهل والسريع إلى المعلومات وخدمات الصحة، وتفاعل بين المواطنين والمحترفين في مجالات الصحة. وهناك البوابة الرقمية لصحة الشباب، تهدف إعلام الشباب حول تعزيز نمط حياة صحي، حيث هناك موارد موثوقة حول الصحة الجسدية والعقلية والجنسية، التغذية والتمارين الرياضية والمخدرات. هناك نصائح توجيهات عملية لتجنب مخاطر الصحة والمشاركة في مناقشات عبر الإنترنت. وهناك بوابة المراكز التلقيح الرقمي المندمجة، حيث تم إحداث شبكة من مراكز التلقيح الرقمية موزعة استراتيجيا في جميع أنحاء المملكة، وذلك بتسهيل وتسريع حملة التطعيم، وصول سهل وعادل للقاحات لجميع فئات سكان المغرب، وشبكة تبريد رقمية للحفاظ على اللقاحات. وتعرف البنية التحتية لتكنولوجيات المعلوميات دكتورة بالمغرب دكتورة 8 دقائق والله بالمغرب ضعفا كبيرا. دكتورة أولي، أرجو فقط الالتزام بدقيقة واحدة، دقيقة واحدة
وتعرف البنية التحتية، سأختم، وتعرف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمغرب ضعفا كبيرا، وذلك من خلال ضعف شبكة الإنترنت بالعالم القروي، وكذا من حيث غياب بعض المخططات الوطنية تتعلق بتعميم الأجهزة الإلكترونية خاصة الحواسب بالمدارس الموجودة بالعالم القروي. سأختم، إذا كان المغرب قد سلك مسلك تطوير القطاعات الحيوية من خلال العمل على رقمنة خدماتها لربح الوقت ولتسهيل الخدمات، فإن الواقع كشف على كون أن هناك مجموعة من الإكراهات التي تواجه رقمنة القطاع الصحي بالمغرب في ظل وجود الفجوة الرقمية بين المناطق المغربية، مما يضعف الخدمات الصحية والخدمات الرقمية خاصة داخل هذا القطاع. شكرا لكم، شكرا 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 على حسن دكتورة. الاستماع. شكرا للدكتورة كوثر الرغوي، شكرا لك. أعطيتنا كل ما يهم رقمنة القطاع الصحي في المملكة المغربية، وأمر مباشرة ونبقى كذلك في المملكة المغربية، لكن مع مداخلة للدكتورة فاطمة الزهراء بيضاء من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المغرب. دكتورة فاطمة الزهراء بيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا أولا وقبل كل شيء، فقط دكتورة إذا فاطمة الزهراء بيضاء سوف تتقدم لنا بمداخلة موسومة بأركان المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي. تفضلي دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء، أتوجه بجزيل الشكر لكل الأعضاء القائمين على هذا المؤتمر. بخصوص موضوع مداخلتي والمعنون بأركان المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي، كما هو معروف بأنه في القرن الماضي شهد العالم ما سمي بالثورة المعلوماتية التي نقلت العالم من عصر الصناعة إلى عصر المعلوميات، ويعتبر نظام الذكاء الاصطناعي أهم صورة من صور تطور التكنولوجي وأعلاه منزلة في العصر الراهن. ومع هذا الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة، ستزيد الجرائم المتعلقة به، وبالتالي كان ضروريا بحث المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقه، ومن ستقع عليه المسؤولية لتحديد المرتكب الحقيقي حتى تطبق عليه العقوبة القانونية تطبيقا للقاعدة الأساسية في القانون الجنائي ومتعلقة بشخصية العقوبة. فاستخدام الروبوتات وبرامج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات يثير العديد من الصعوبات، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية عن أعمال هذه البرامج. فعلى الرغم من أهمية الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك في نهاية المطاف شخص ما مسؤول عن تشغيل هذه المنظومة، وقد ينتج عن خطئه في تشغيل هذه المنظومة جرائم تحث المسؤولية الجنائية. ولعل الإشكال الأساسي الذي يطرحه هذا الموضوع هو ما هي خصوصية أركان المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي. لمعالجة هذه الإشكالية ارتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين، بحيث سأتناول في إطار المبحث الأول الركن المادي والمعنوي للمسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي، على أن أتناول في إطار المبحث الثاني تقييم لهذه الأركان. بالنسبة للركن المادي للمسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي، كما هو معروف بأن كل جريمة أو سلوك آثم يجب أن يبرز إلى الواقع من خلال ماديات تحدث خللا في العالم الخارجي وتعتدي على حق وتلحق ضررا بمصلحة، ولذلك يتدخل المشرع في تجريمه حماية للمصلحة المشروعة. وعليه فإن الركن المادي للجريمة يتكون من 3 عناصر، هي الفعل والنتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بينهما، بحيث يكون السلوك الإجرامي هو الذي أفضى إلى النتيجة الإجرامية. ولبيان مدى انطباق هذه القواعد
على أعمال كيانات الذكاء الاصطناعي، يمكننا القول أن السلوك الإجرامي قد يتوافر لديه عندما يقدم على إتيان سلوك إيجابي يتصف بعدم المشروعية، كأن تقوم سيارة ذاتية القيادة بدهس شخص خطأ، أو عندما يمتنع عن عمل كأن يمتنع روبوت مهمته مساعدة المرضى عن تقديم العلاج واجب عليه قانونيا المساعدة، ما أدى إلى سقوط المريض وتضرره، وأن يكون هذا السلوك المرتكب من قبل كيان الذكاء الاصطناعي سببا للنتيجة الإجرامية. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى حدوث النتيجة لخطأ المستخدم أو المبرمج أو المالك، فهنا تنتهي مسؤوليته أو يسأل عن الفعل الذي ارتكبه فقط. من خلال ما سبق يتبين لنا بأنه لا مانع من تطبيق عناصر الركن المادي للجريمة وفق القواعد القانونية الواردة في قانون العقوبات على الركن المادي للجريمة الناتجة عن أعمال كيان الذكاء الاصطناعي، وذلك لأنه من المتصور قيام كيان ذكاء اصطناعي بإتيان أفعال مادية من الممكن أن تؤلف جريمة. كل هذا فيما يخص بالركن المادي. أما بالنسبة للركن المعنوي، كما هو معروف بأن الجريمة ليست ظاهرة مادية خالصة تكتفي بالسلوك المادي وآثاره، فهي إضافة إلى ذلك كيان نفسي. لذلك استقر الفقه الجنائي الحديث على مبدأ الذي يقضي بأن مادية الجريمة لا تنشئ المسؤولية الجنائية ولا تستوجب العقاب ما لم تتوفر إلى جانبها العناصر النفسية التي يتطلبها كيان الجريمة، وتجتمع هذه العناصر في ركن خاص يسمى بالركن المعنوي. فبالنسبة للركن المعنوي يتخذ صورتين، صورة القصد الجنائي وصورة الخطأ العمدي. فبالنسبة للقصد الجنائي، وهو أن تتجه إرادة الجاني إلى استعمال برامج تقنية في اصطناع البيانات الشخصية للغير يربطها بمحتوى منافي للآداب العامة أو لإظهاره بصورة تمس بشرفه أو اعتباره، مع العلم بكافة عناصر الركن المادي. فإذا انتفى العلم لم يتحقق القصد الجنائي. فالقصد الجنائي لا يمكن أن يتوفر لدى كيانات الذكاء الاصطناعي كون إرادتها لا تخرج عن إرادة مصنعها أو مبرمجها، ولا يمكن تصور اتجاه إرادتها مهما بلغت درجة استقلالها عن علم إلى القيام بالنشاط وتحقيق النتيجة. وبالتالي لا يمكن أن يتحقق الركن المعنوي في هذه الصورة. ومثالا لذلك الأسلحة الذكية والروبوتات القاتلة والطائرات بدون طيار المعدة لارتكاب السلوك الإجرامي. فالقصد الجنائي هنا متوفر لدى مصنعها، وهي لا تخرج عن كونها وسيلة يستخدمها لارتكاب جرائمه. أما فيما يخص الخطأ العمدي، وهو أن تتجه إرادة وعلم الجاني إلى ارتكاب ما يخالف القانون لكن دون إرادة النتيجة الحاصلة، وبإسقاط هذا الخطأ على أعمال الذكاء الاصطناعي. إذا كان الخطأ قد ارتكب من قبله أي الجاني الإنسان، كأن يهمل المصنع ضبط خوارزميات تصنيع الروبوت، أو كأن يقود شخص سيارة ذاتية القيادة فيقوم السائق الآلي بإنذار السائق البشري باستلام القيادة نظرا لحدوث خلل أو تغيير طريق لا يمكن للسائق الآلي قيادتها، فينتج هذا الخطأ يكون حادث مرور. هنا يتوفر الركن المعنوي لوجود الخطأ الغير عمدي. وبالتالي نستنتج أن أقصى مسؤولية يمكن نسبتها إلى كيانات الذكاء الاصطناعي وفي حال الاعتراف لها بالشخصية القانونية هي المسؤولية عن الخطأ غير العمدي فقط. أما الجرائم العمدية فتقتضي مساءلة الإنسان صاحب الإرادة فقط. أما بالنسبة للمبحث الثاني والمعنون بتقييم أركان المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعي، نرى هنا بأننا أمام إشكال هام يتمحور حول إمكانية توقيع عقوبة ذات طابع جزائي على كيانات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إشكالية الفاعل المعنوي. بالنسبة لتعارض أركان المسؤولية الجنائية مع فلسفة الجزاء الجنائي، كما هو معروف بأن الجزاء الجنائي يعتبر التبعة القانونية التي يتحملها الجاني كأثر مترتب على الجريمة التي ارتكبها. فبما أن روبوتات الذكاء الاصطناعي وبرامج الذكاء الاصطناعي أصبحت تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات في الصناعة وغيرها من المجالات ذات الصلة، بات التفكير في إمكانية توقيع الجزاء الجنائي على هذه الكيانات. فهل يمكن فرض القوانين البشرية على كيانات الذكاء الاصطناعي مثل تلك المفروضة على الشخصيات القانونية مثل الشركات؟ فمحاولة تطبيق عناصر المسؤولية الجنائية على كيانات الذكاء الاصطناعي يتطلب التأكد من مدى توفر هذه الأخيرة على الأهلية الجنائية كما هو الحال بالنسبة للبشر. انطلاقا مما سبق نستنتج عدم قابلية أغلبية الجزاءات للتطبيق على كيانات الذكاء الاصطناعي، لأن قيام هذه المسؤولية يصطدم بنظام العقوبة، فالهدف من العقوبة هو الردع.
وهذا الألم والإيلام لا يؤتي ثماره إلا إذا كان محله الإنسان، وعليه لا يمكن دكتورة تصور توقيع. دكتورة عبيدة، رجاء فقط الإيجاز أقل من ذلك. حاضر حاضر حاضر، سوف أمر إلى الختام مباشرة. وفي الختام لا يسعنا القول على أنه بالرغم من أهمية كيانات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن العالم على أعتاب ثورة جديدة ستغير شكل الحياة البشرية يقودها الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مكمن خطورة في انتشار هذه التطبيقات على نحو واسع دون تنظيم آمن لعملها، لما قد تشكله من خطورة على البشر. فقد ساعد هذا التطور التكنولوجي خلال السنوات الماضية في ظهور العديد من الجرائم، مما شكل صعوبة في إصباغ الوصف الجرمي على تلك الأفعال وإسناد المسؤولية. ومما لا شك فيه في أن الوضع التشريعي الحالي بات لا يواكب التطور المتلاحق في نظم الذكاء الاصطناعي. وشكرا. شكرا دكتورة فاطمة زهرة عبيدة من جامعة محمد بن عبد الله في المملكة المغربية. فعلا هل يمكن أن نصل إلى الزمن يكون فيه الذكاء الاصطناعي مجرما ويسجن أو يعدم أو يتحمل مسؤوليته الجزائية؟ مباشرة نمر إلى دكتورة زينب أبو الفتاح من جامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية بمداخلة معنونة ب Blockchain Smart Contract Intelligence Artificielle vers un nouvel écosystème de gestion automatisée et intelligente des transactions commerciales. دكتورة زينب موجودة نعم أجل. تفضلي دكتورة زينب في حدود 10 دقائق. إن شاء الله، شكرا. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis honorée de pouvoir vous présenter aujourd'hui une réflexion approfondie sur un sujet essentiel à la croisée de la technologie et du droit, et qui revêt une importance capitale à l'ère numérique, intitulée la blockchain, le smart contract et l'intelligence artificielle comme levier pour transformer les transactions commerciales. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour cette opportunité exceptionnelle, ainsi que pour la qualité de ce colloque qui aborde des thématiques cruciales de notre époque. Nous vivons une ère où les avancées technologiques redéfinissent les pratiques commerciales, bouleversant les modèles traditionnels pour en introduire de nouveaux, plus rapides, plus transparents et plus sécurisés. Des outils tels que la blockchain, les smart contracts et l'intelligence artificielle offrent des solutions novatrices qui répondent aux exigences modernes des transactions commerciales. Cependant, cette solution numérique s'accompagne de défis importants, notamment en termes de gouvernance, de réglementation et de responsabilité juridique. Je structurerai ma présentation en deux grandes parties. Tout d'abord, nous explorons les fondements technologiques de ces outils et leurs apports essentiels dans la gestion des transactions commerciales. Ensuite, nous plongerons dans des exemples concrets et discuterons des solutions proposées pour surmonter des obstacles qui freinent leur adoption à grande échelle. Découvrons tout d'abord des bases fondamentales qui soutiennent ces technologies. La blockchain, définie par Satoshi Nakamoto en 2008, représente une innovation majeure dans la manière dont les transactions commerciales sont enregistrées et vérifiées. Contrairement au système traditionnel qui repose sur des tiers de confiance, qui sont des intermédiaires essentiels dans des transactions commerciales et qui garantissent la sécurité, la fiabilité et l'authenticité des échanges, parmi ces acteurs traditionnels, on cite les banques, qui valident et sécurisent les paiements, les notaires qui authentifient les documents juridiques pour garantir leur validité, et dans le monde numérique, les plateformes comme PayPal ou Stripe. Ces tiers, bien qu'importants, présentent des limites. La centralisation, les coûts élevés et des délais très longs. La blockchain offre une alternative décentralisée et transparente, capable de sécuriser ses transactions sans avoir recours à ses intermédiaires, tout en réduisant les coûts et les délais associés. Cette technologie repose sur trois caractéristiques essentielles qui révolutionnent les échanges commerciaux. Premièrement, l'immuabilité, qui assure que chaque transaction inscrite sur la blockchain est définitive et ne peut être modifiée ou supprimée. Ensuite, la décentralisation, qui élimine le besoin d'un intermédiaire unique en répartissant les données sur un réseau de nœuds. Cette approche réduit les coûts de gestion et améliore la résilience des systèmes de transaction. Finalement, la transparence, qui permet à toutes les parties impliquées dans une transaction commerciale de vérifier les informations de manière indépendante, ce qui favorise la confiance et réduit les litiges. Prenons un exemple. Dans le secteur agroalimentaire, Walmart, multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution et qui constitue la première entreprise mondiale en termes de chiffre d'affaires dépassant les 600 milliards de dollars, collabore avec IBM, multinationale américaine spécialisée dans des domaines de matériel informatique
pour utiliser la blockchain dans le suivi des produits alimentaires. Grâce à cette technologie, le temps nécessaire pour retracer l'origine d'un produit contaminé a été réduit de plusieurs jours à seulement quelques secondes. Cela améliore la sécurité des consommateurs et la gestion des crises. Les smart contracts ont été conceptualisés par Nick Szabo en 1997. Ces contrats intelligents intégrés à la blockchain exécutent automatiquement des clauses lorsqu'une condition prédéfinie est remplie. Imaginez un contrat dans le domaine de l'assurance qui indemnise automatiquement un assuré dès qu'un capteur IoT confirme un dégât des eaux. Ce processus élimine les délais et réduit les erreurs humaines, renforçant ainsi l'efficacité des transactions commerciales. Selon une étude de Deloitte qui a été faite en 2022, l'adoption des smart contracts pourrait réduire les coûts administratifs dans le secteur de l'assurance de 30% d'ici 2030. Cependant, leur rigidité reste une limite. Ils ne peuvent gérer des situations imprévues et dépendantes d'oracles. L'intelligence artificielle, AI, s'intègre harmonieusement à ces technologies en apportant des capacités d'analyse prédictive et d'adaptabilité. Dans le domaine bancaire, par exemple, AI permet d'évaluer en temps réel le risque associé à un emprunteur en analysant des données comportementales et historiques. Cette capacité d'adaptation rend les transactions commerciales plus dynamiques et personnalisées, tout en minimisant les risques pour les parties impliquées. Explorons maintenant des exemples concrets d'applications et de transformations dans différents secteurs. Commençons par le domaine de la logistique. La blockchain bouleverse les chaînes d'approvisionnement. Imaginez un réseau mondial où chaque étape de transport est enregistrée de manière immuable, garantissant une traçabilité totale des produits. C'est ce que fait Maersk avec sa plateforme TradeLens, qui développe en partenariat avec IBM une solution qui réduit les délais administratifs de 40% et des coûts associés de 20%. Dans le secteur agroalimentaire, Carrefour utilise également la blockchain pour garantir l'authenticité des produits, comme le poulet fermier et les œufs bio. Chaque étape de l'éleveur au consommateur est enregistrée de manière transparente, offrant une sécurité et une confiance accrue. Dans la finance, les paiements transfrontaliers sont transformés par des solutions comme Ripple. Contrairement au système traditionnel comme Swift, Ripple permet d'effectuer des transactions internationales en quelques secondes avec des frais réduits de 60%. Ces avancées sont particulièrement avantageuses pour les petites et moyennes entreprises qui sont souvent pénalisées par des frais élevés des banques traditionnelles. Le secteur de l'assurance est lui aussi en pleine mutation grâce aux smart contracts. AXA, par exemple, a développé un produit qui indemnise automatiquement les passagers en cas de retard de vol, sans qu'ils aient besoin de déposer aucune réclamation. Ce modèle réduit les coûts, améliore l'expérience client et accélère les paiements. Mais malgré ces avancées, des défis juridiques majeurs freinent encore l'adoption généralisée de ces technologies. Le premier défi concerne la responsabilité. Qui est responsable si un smart contract exécute une clause de manière incorrecte? Est-ce le développeur, les parties contractantes ou la plateforme blockchain? Cette question reste largement débattue dans des cercles juridiques car les systèmes actuels sont mal adaptés pour traiter ce type de litige. Un autre défi réside dans la conformité réglementaire. Par exemple, la blockchain, en raison de son immuabilité, entre en conflit avec des régulations comme le RGPD, règlement qui impose le droit à l'oubli. Il est donc crucial de développer des solutions techniques telles que la pseudonymisation ou l'utilisation de blockchain hybride pour concilier ces technologies avec les exigences légales. Enfin, la nature décentralisée de la blockchain complique l'harmonisation des cadres juridiques à l'échelle internationale. Si une transaction implique des parties situées dans plusieurs pays, quelles lois s'appliquent? Pour répondre à ces questions, des initiatives ont été prises, comme les Regulatory Sandboxes, mises en place dans des pays comme le Royaume-Uni et le Singapour, offrant des environnements contrôlés où les entreprises peuvent tester leurs innovations sans enfreindre des régulations en vigueur. Mais ces initiatives permettent de mieux comprendre des risques associés à ces nouvelles formes de transactions commerciales, tout en favorisant une adoption progressive et sécurisée. En Europe, le règlement sur les marchés de cryptoactifs est une initiative législative majeure de l'Union européenne visant à encadrer le marché des cryptoactifs, tels que les crypto-monnaies, les stablecoins et le jeton numérique. Ce règlement représente un effort significatif pour harmoniser les normes à l'échelle européenne, en établissant des standards communs pour les plateformes blockchain et actifs numériques. L'objectif principal est de renforcer la confiance des utilisateurs tout en assurant une meilleure protection des consommateurs. Par exemple, MiCA impose aux émetteurs de stablecoins de maintenir des réserves financières suffisantes pour garantir leur stabilité. Par ailleurs, la gouvernance décentralisée incarnée par les organisations autonomes décentralisées ouvre également des perspectives innovantes. Ces systèmes permettent d'intégrer directement la transparence et la responsabilité dans le code des blockchains. Bien que ces approches soient encore en phase de développement, elles offrent des opportunités prometteuses
pour moderniser les structures de gouvernance, notamment dans le cadre des transactions commerciales, en réduisant la dépendance envers les intermédiaires traditionnels, tout en augmentant la confiance et l'efficacité. En conclusion, la blockchain, les smart contracts et l'intelligence artificielle transforment profondément les pratiques et transactions commerciales en offrant des solutions plus transparentes, rapides et efficaces. Cependant, leur adoption généralisée exige un équilibre entre innovation et régulation. Des initiatives comme les Regulatory Sandboxes, le règlement MiCA et les efforts de gouvernance décentralisée offrent des réponses concrètes pour encadrer ces transformations et en tirer pleinement les. Ces technologies ne sont pas seulement des outils techniques, mais de véritables catalyseurs pour bâtir un écosystème économique plus équitable et durable à l'échelle nationale. Je vous remercie pour votre attention. شكرا لك دكتورة زينب. ألخص فقط ما قدمته باللغة الفرنسية دكتورة زينب، وكأنها تقول لنا انتظروا سوف يتعاقد فيها الذكاء الاصطناعي مع الذكاء الاصطناعي، وقطروا على الإنسان شلي على طوال الجلسة الصباحية كنا نطلب منه، وكنا على الأقل أثرنا هذه المسألة. ونمر مباشرة إلى البروفيسور حمودة نادية والدكتور البخوي من جامعة محمد بن عبد الله فاس بالمملكة المغربية، مداخلة معنونة بالانتليجنس ارتيفيسيال فاس لا سيبر كريميناليتي اونتر ليجيسلاسيون ناسيونال اي انتر ناسيونال. تفضلي بروفيسور أو دكتور البخوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. L'intelligence artificielle est l'une des technologies les plus puissantes et prometteuses du XXIe siècle. En quelques décennies seulement, elle a transformé de nombreux secteurs, de la santé à la finance, en passant par l'éducation et la sécurité, dans le domaine de la criminalité. L'intelligence artificielle joue un rôle ambivalent. Elle peut être utilisée pour prévenir et résoudre des crimes, mais aussi devenir un outil au service des criminels. Les entités d'intelligence artificielle sont devenues une réalité incontournable et réalisent des actions qui étaient auparavant réservées à l'intelligence humaine. Car l'intelligence artificielle est l'un des domaines modernes à la science et de la connaissance qui connaissent un développement rapide. Il s'agit d'une branche de l'informatique qui repose sur la science de l'ingénierie des applications des mécanismes intelligents, c'est-à-dire la science qui consiste à créer des dispositifs et des programmes informatiques capables de penser de la même manière que le cerveau humain, d'apprendre comme vous apprenez, de décider comme vous décidez et de se comporter comme les humains se comportent. Les crimes liés à l'intelligence artificielle sont considérés comme des crimes du futur proche, si ce n'est que certains d'entre eux ont déjà commencé, car le développement technologique a contribué à l'émergence de bon nombre de ces crimes. Il est désormais certain que l'intelligence artificielle joue un rôle plus important et plus approfondi dans diverses branches de la science, en particulier dans le domaine de la lutte contre la criminalité. En effet, la police peut utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des bases de données, de rapports, afin d'orienter les patrouilles vers les secteurs à sécuriser. Et les comportements criminels utilisent désormais les réseaux d'information et les technologies modernes, ce qui permet d'échapper plus facilement aux sanctions, car de nombreux crimes sont commis à l'échelon international. Face à cette double nature, il devient crucial de se demander dans quelque mesure l'intelligence artificielle représente un atout ou une menace pour la société. Cette réflexion nous conduira à explorer non seulement les applications positives de l'intelligence artificielle dans la lutte contre la criminalité, mais aussi les dangers qu'elle peut engendrer si elle est détournée à des fins malveillantes. Cela nous impose de s'interroger sur l'intelligence artificielle comme outil de lutte contre la criminalité en première partie et les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la criminalité en deuxième partie. Concernant la première partie, l'intelligence artificielle comme outil de lutte contre la criminalité, elle est divisée en trois chapitres. On commence par la surveillance et la prévention des crimes grâce à des technologies comme la reconnaissance faciale, les algorithmes prédictifs et les drones autonomes. Il est désormais possible de repérer les comportements suspects avant même qu'ils ne se dégénèrent en actes criminels. Par exemple, des logiciels de reconnaissance faciale peuvent analyser des vidéos de surveillance pour identifier rapidement les individus recherchés. De même, certains systèmes de prévision criminelle
alimentés par des données historiques, sont capables de prédire où et quand un crime est susceptible de se produire, ce qui permet aux forces de l'ordre d'anticiper et de mieux cibler leur intervention. Bien que cette approche puisse soulever des préoccupations en matière de vie privée, elle a déjà montré son efficacité dans certaines villes, notamment aux États-Unis, où elle a permis de réduire certains types de criminalité. Concernant la deuxième chapitre, la cybersécurité renforcée par l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle joue également un rôle crucial dans la cybersécurité, les cyberattaques, qu'il s'agisse de piratage, d'attaques DDoS, déni de service, deviennent de plus en plus sophistiqués. Les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de détecter des comportements anormaux ou des tentatives de piratage en temps réel. En analysant des milliards de données et en repérant des schémas invisibles à l'œil humain. Grâce à l'apprentissage automatique, ces systèmes peuvent anticiper des attaques et réagir immédiatement pour limiter les dommages. Ainsi, l'intelligence artificielle aide non seulement à protéger les informations sensibles des entreprises et des administrations, mais elle participe également à la lutte contre la criminalité en ligne, qui constitue une menace croissante dans notre monde hyper connecté. Concernant les délits de vol de numéros de carte de crédit, l'un des types de délits informatiques est le vol de cartes de crédit électroniques, car de nombreux pays sont confrontés au problème de l'utilisation illégale de cartes de crédit électroniques, que ce soit par le titulaire ou par des tiers. En ce qui concerne la cyberterrorisme, il s'agit du phénomène criminel le plus inquiétant apparu avec la propagation des logiciels malveillants et la possibilité pour les terroristes d'utiliser l'Internet pour détruire et semer le chaos. Par exemple, les terroristes peuvent placer des bombes électroniques temporaires dans plusieurs endroits d'une ville, les relier contre elles et envoyer des codes électroniques pour faire exploser ces bombes simultanément, sans qu'il soit nécessaire de poser des engins explosifs ou de piéger des voitures. Et ces bombes électroniques peuvent causer des dommages à l'environnement. Ils peuvent également modifier la composition des médicaments en piratant les usines pharmaceutiques, causant ainsi la mort de nombreux innocents. Et ils peuvent aussi pirater le réseau électrique, le détruire ou désactiver les compteurs électriques intelligents, augmenter ou diminuer leur consommation et modifier les niveaux de gaz naturel, provoquant la destruction des soupapes de sécurité, ce qui peut entraîner d'énormes explosions et de graves brûlures. Concernant l'intelligence artificielle au service de la justice et des enquêtes, l'intelligence artificielle peut aussi faciliter l'analyse de grandes quantités de données lors des enquêtes criminelles. Les enquêtes modernes génèrent un volume considérable de preuves, documents, témoignages, vidéos, relevés bancaires, etc. Passons maintenant à la deuxième partie, les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la criminalité. On trouve l'intelligence artificielle au service des criminels. Ainsi, l'automatisation des crimes, où on trouve les cyberattaques automatisées, et puis la surveillance de masse et les dérives autoritaires. Et pour conclure, l'intelligence artificielle, en dépit de ses nombreux avantages dans la lutte contre la criminalité, soulève également des défis complexes. Elle peut être utilisée pour améliorer la sécurité, faciliter les enquêtes et protéger les infrastructures numériques, mais elle présente aussi des risques majeurs si elle est détournée à des fins criminelles ou abusée dans des contextes de surveillance de masse. Il est essentiel de mettre en place des régulations claires et efficaces pour encadrer son utilisation et préserver les libertés individuelles. Enfin, la société doit continuer de réfléchir aux implications éthiques de ces technologies et aux moyens de la rendre au service du bien commun, tout en minimisant ses dérives possibles. Ainsi, plusieurs recommandations liées à l'intelligence artificielle et la criminalité sont proposées, comme l'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la question de la régulation de l'intelligence artificielle est centrale. Si cette technologie offre des solutions prometteuses pour la sécurité, elle doit aussi être encadrée de manière stricte pour éviter les abus. Des législations spécifiques doivent être mises en place pour limiter l'utilisation des technologies de surveillance, en particulier la reconnaissance faciale, et pour réguler les algorithmes prédictifs dans les enquêtes criminelles.
Il est également crucial que les citoyens aient accès à des garanties concernant la protection de leurs données personnelles et la transparence des systèmes utilisés par les autorités. En plus, l'intelligence artificielle soulève des dilemmes éthiques importants, notamment concernant la frontière entre sécurité et liberté individuelle. L'utilisation de la technologie pour surveiller les citoyens ou prédire leur comportement criminel avant qu'ils ne passent à l'acte pose la question de la justice préventive. Peut-on punir quelqu'un pour une infraction qu'il n'a pas encore commise? À quel point peut-on empiéter sur la vie privée des individus pour garantir leur sécurité? Et ces interrogations nécessitent une réflexion approfondie sur l'équilibre entre l'efficacité de l'intelligence artificielle et le respect des droits fondamentaux. En outre, en cas de malveillance impliquant l'intelligence artificielle, la question de la responsabilité devient floue. Qui est responsable lorsqu'un crime est commis grâce à l'intelligence artificielle ou à cause de l'intelligence artificielle plus précisément? Est-ce que le développeur de l'algorithme, l'utilisateur de la technologie ou l'entité qui l'a déployée, la législation actuelle peine à s'adapter à cette nouvelle réalité, ce qui complique la tâche des autorités judiciaires lorsqu'il s'agit de poursuivre un criminel utilisant des technologies avancées. Shukran ala husn istima'ikum. شكرا شكرا دكتورة العفو. البقوية. ألخص فقط مداخلة الدكتورة لغة فرنسية تضمنت بيان رهانات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في مواجهة الإجرام السيبراني. وبعدها نمر مباشرة إلى الأستاذ مجد عيون السود من جامعة بيروت العربية والمداخلة المعنونة بدور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التطرف العنيف. أستاذ مجد، تحية طيبة. تفضل أستاذ مجد. مرحبا، تفضل. حياكم الله، سألتزم إن شاء الله بالتوقيت المخصص لهذه المداخلة. بداية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية وتقدير لرئيس المركز الديمقراطي العربي الدكتور عمار شرعان، وأيضا الشكر موصول لرئيس المؤتمر الدكتور عمر بن عيشوش، وأيضا لرؤساء الجلسات ولكافة الأعضاء كلهم في منصبه وتوصيفه السليم. نبدأ في هذه المداخلة التي تحمل العنوان الأساسي ويتكلم بها عن مداخلة أو دور التطرف العنيف في مواجهة أو دور الذكاء الاصطناعي وكيفية تفعيل دوره الحقيقي في مواجهة التطرف العنيف. حقيقة هذه المداخلة ستعتمد على 5 أدوار أتم بتلخيصها بسبب ضيق الوقت. أبدأ بذكر الفكرة الأساسية التي تتعلق بأن الذكاء الاصطناعي بات من الملحوظ بعد كافة هذه المداخلات التأكيد على أنه ظاهرة هامة على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الإقليمي وصولا للتشريع الوطني. الذكاء الاصطناعي بما توصل إليه من خوارزميات وما توصل إليه من هيمنة يمكن استخدامه في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت بكل صريح العبارة ظاهرة مخيفة على المستوى الدولي، وأنا أتكلم عن ظاهرة التطرف العنيف. فإذا ما دور هذه المداخلة؟ دور هذه المداخلة أن نوضح إلى أي مدى تم استخدام الذكاء الاصطناعي في كيفية مواجهة ظاهرة التطرف العنيف التي تم استخدام العديد من الوسائل في سعي لمواجهتها وهذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة، ولكن حتى تاريخ هذا العام نشهد بأنه ما زال التطرف موجود في الفكر الغربي والفكر العربي، وأيضا نحتاج إلى تفعيل المزيد من الأدوار من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمعات وتهدد أيضا البلدان. لندخل في النقطة الأساسية أن الذكاء الاصطناعي استطاع ما لم تستطيع الكثير من الحكومات ببرامجها المتقدمة من أن ينجز العديد من النقاط الخمس التي سوف أذكرها بشكل ملخص. نقطة واحد، اعتمد على تحليل البيانات واعتمد على تحليل النصوص واعتمد على تحليل الوثائق وتغريدات المختلف جهات التواصل من السوشيال ميديا وغير ذلك من الأمور التي قام بتحليلها في الشبكات العنكبوتية ليحدد أين يوجد التطرف العنيف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن يكون لها ارتدادات على
الصعيد الداخلي في كل وطن أو كل بلد. فهذا رقم واحد تم الاستفادة منه من قبل الذكاء الاصطناعي. النقطة الأخرى أيضا هي مراقبة الاتصالات. الذكاء الاصطناعي يقوم من خلال مراقبة الاصطناع بمساهمة حقيقية كبيرة لمواجهة التطرف العنيف من خلال تحليل الاتصالات، المحادثات الصوتية التي تحمل عبارات تحمل مفهوم التطرف والعنف وما إلى ذلك من الإرهاب، ليقوم بتحليل لغوي لهذه المحادثات من شأنه أن يكتشف المحتوى وأن يعطي تنبها للحكومات القائمة من أجل ردع هذا التطرف العنيف. والنقطة الثالثة ألخصها بأن كان دور الذكاء الاصطناعي بتقديم التوجيهات لسياسات عامة لهذه الدول، على اعتبار أن الذكاء الاصطناعي له دور أساسي، هو أن يساعد الحكومة في اتخاذ القرار من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وهو يساعدها نعم في وضع السياسات العامة التي تعمل على مواجهة التطرف العنيف وتعزيز التوازن الثقافي وتطوير برامج التسامح والمساواة في المجتمع وتطوير البرامج التعليمية ووضع استراتيجيات ووضع برامج علاجية ووضع إصلاحات نفسية. هذا كله يعتمد بكثير من المطارح على الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق في صياغة سياسة عامة للدولة. وأعتقد أن تونس قد اتخذت خطوات هامة في هذا المجال، مما يحتاجه المجتمع، والسعي بشكل سريع وجدي للوقاية من التطرف العنيف. والنقطة الرابعة أذكرها بأنها تعزز تعاون دولي، فمواجهة التطرف العنيف لا يمكن لدولة أن تقوم بذلك فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الدول الأخرى. فالذكاء الاصطناعي وفق المختصين والدراسات هي عبارة عن خوارزميات متشابكة، فهذا الأمر يدفع إلى أو يحقق تعزيز تعاون دولي على صعيد شرق أوسط، وأيضا على صعيد اتحاد أوروبي واتحاد أفريقي، وأيضا على صعيد البلدان العالمية بشكل كامل. فالموضوع عالمي وليس موضوع وطني أو إقليمي. تعزيز التعاون الدولي من خلال أيضا على الصعيد الإقليمي أتكلم من خلال تعزيز أمن الحدود وتبادل المعلومات وبيانات وتحليلها وتنبؤ بالتهديدات بموجب التقنيات المتقولة، وخاصة أن الذكاء الاصطناعي لم يقف. وأنا أتكلم الآن ضمن هذا المؤتمر، الذكاء الاصطناعي يعمل على تطوير نفسه ستيب باي ستيب، حتى أنه قد يصل لمستوى معين من الذكاء يشكل تهديد على البشرية كما أشارت إحدى المداخلات. فإذا أنا أتكلم عن تعزيز التعاون الدولي باستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل مواجهة هذا التطرف العنيف، وأيضا تبادل البيانات الاستخباراتية والمعلومات الأمنية، سعيا في مواجهة المتطرفين والوقوف أمام مشاريعهم. وأنا أتكلم هنا بشكل تحديدا عما يقوم به بعض الخلايا النائمة في التنظيم الإرهابي المتطرف وهو تنظيم داعش. النقطة الخامسة والأخيرة، وأنا أتكلم عن إجراءات البحث والتتبع والتنبؤ. فنحن تكلمنا عن إجراءات البحث والتتبع، ولكن هنا في هذه المداخلة نتكلم عن التنبؤ ومعرفة نوعية الأشخاص القابلين للتأثر والانزلاق بأفكار متطرفة، وهذا قد تعجز عنه بعض الحكومات والدول، ويكون أمرا قادر تنفيذه من قبل الذكاء الاصطناعي. وهنا ذروة الأهمية، أي أن المستهدفين المحتملين من الجماعات المتطرفة على الصعيد الفكري أو على الصعيد الديني ممكن أن يتم التنبؤ بهم من قبل خصائص الذكاء الاصطناعي، ويتم حصر هؤلاء الأفراد ويتم التنبؤ بهم من قبل السلطات المختصة حتى يتم مواجهة هذا التطرف إما بالقوة الناعمة وهي الإصلاح والإرشاد، أو بالقوة الصلبة وهي بالعقوبات والأسلحة واتخاذ المجريات القانونية في هذا الصعيد. إذن الذكاء الاصطناعي هو أداة هامة، هذه يعني ممكن أن نوصف الحالة، أداة هامة بيد الأجهزة الأمنية والمجتمعية من أجل مواجهة هذه الظاهرة التطرف العنيف. وأيضا نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي قدم لدينا قيمة مضافة بهذا الجانب، أي مواجهة التطرف العنيف في سبيل مكافحة الأعمال المخالفة للقانون. إذا الخلاصة من هذه المداخلة أن الذكاء الاصطناعي بات أداة فعالة في كافة تفاصيل إدارة المجتمعات، وأيضا فيما يخص الجانب القانوني ومواجهة بعض الأمور المخالفة للقانون، وأتكلم عن مواجهة التطرف العنيف، فهو أداة جدا هامة ومستخدمة من الحكومات سعيا في تحقيق الاستقرار لمجتمعاتها من جهة، ومن جهة أخرى تقديم برامج وخطط إصلاحية فعالة لمن وقع ضحية لهذه الظاهرة. شكرا لاستماعكم وشكرا لإدارة المؤتمر. شكرا لك مجد عيسور، وكذلك لتوضيح أهمية الذكاء الاصطناعي في مواجهة الرب. بعدها نمر مباشرة للدكتورة أميمة الأخضر والدكتور كريم متقي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله
دكتورة أميمة ريمو، دكتورة أميمة، Bonjour. دكتورة أميمة. Bonjour Est-ce que vous docteur. arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend très bien, docteur Oumaima, c'est ça? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Vous avez 10 minutes. Oui, Oumaima. Bonjour. D'accord. Bonjour, chers professeurs, collègues et audience. Je suis Oumaima Khdar, doctorante en deuxième année en sciences juridiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, Université Sidi Mohamed Bouna Abdillah, Maroc. Je suis très ravie, honorée d'être parmi vous et de faire partie des travaux de cette conférence relative à l'intelligence artificielle et le droit. Mon intervention est sous l'intitulé « L'intelligence artificielle au service de l'arbitrage international vers une nouvelle ère de résolution des litiges ». De nos jours, et parallèlement à la cinquième révolution industrielle, l'intelligence artificielle s'est intégrée d'une manière significative dans la société moderne. Elle constitue l'une des technologies les plus révolutionnaires de notre génération, présentant ainsi un impact dans tous les domaines dans lesquels elle intervient, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation ou bien l'industrie, mais plus spécifiquement dans le domaine juridique ou le processus de l'arbitrage international qui suppose une maîtrise des règles du droit international privé, plus qu'il implique plusieurs systèmes juridiques différents. Dans le cadre des relations internationales, l'arbitrage s'est avéré être, surtout dans les dernières années, le mode le plus adéquat de résolution des litiges. Presque tous les contrats internationaux contiennent une clause de recours en arbitrage en cas de litige. Or, ces dernières années, l'arbitrage a posé quelques obstacles qui ont été signalés, comme les délais de procédure plus lents, l'analyse d'un volume important de documents, la nécessité de choisir la loi adéquate au litige, les coûts élevés, la complexité du processus, etc. Ainsi, l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'arbitrage international est de nature à faciliter le travail de l'arbitre. L'objectif de l'intelligence artificielle étant de créer des technologies capables d'imiter l'intelligence humaine et d'effectuer des tâches de manière autonome ou semi-autonome. Ainsi, son utilisation s'est avérée très importante pour rationaliser les litiges extrajudiciaires, notamment en raison de sa grande capacité à analyser de grandes quantités d'informations en quelques secondes, ainsi qu'à identifier des modèles et des tendances qui échappent à l'activité humaine. La technologie de l'intelligence artificielle peut intervenir en arbitrage international de diverses manières. Elle peut assister les parties pendant la phase pré-arbitrale, dont le choix d'un arbitre bien réputé pour son expertise ou son professionnalisme. Elle peut également estimer le coût et la durée de la procédure. Mais son principal avantage réside dans l'automatisation du processus arbitral. En effet, l'intelligence artificielle peut réduire considérablement le travail de l'arbitre à travers l'analyse détaillée des données fournies par les parties, leur traduction ainsi qu'à l'identification des preuves les plus pertinentes. Elle peut également assister l'arbitre dans le choix de la loi applicable et également améliorer sa compréhension de cette loi et aussi les modalités de son application. L'intelligence artificielle peut également assister l'arbitre dans la rédaction de la sentence, surtout la partie relative à l'identité des parties, leur position de raffinement, ce qui permet à l'arbitre de se concentrer dans la rédaction de la partie décisionnelle. Par ailleurs, l'une des principales applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'arbitrage est la prédiction des résultats, ou ce que l'on appelle la justice prédictive. C'est un outil pratique qui permet d'estimer la probabilité d'une décision de justice en tenant compte de l'expérience des affaires précédentes. En appliquant un ensemble de méthodes d'estimation et de probabilité, il est possible de déterminer les chances qu'une décision soit prise par un juge. Cette technologie repose sur plusieurs étapes. Elle commence par la collecte des données, que ce soit les lois, les jurisprudences, les décisions arbitrales, puis l'analyse et le traitement de ces données pour enfin prédire le résultat final du litige en donnant des probabilités de son succès ou de son échec. Tous ces avantages permettent à l'arbitre de gagner le temps et de se concentrer sur les stratégies adoptées pour la résolution du litige, d'où la rapidité et l'efficacité de l'arbitrage international.
Or, malgré son impact positif, l'intelligence artificielle présente aussi quelques risques liés à la transparence, notamment en justice prédictive. En effet, les algorithmes de l'intelligence artificielle peuvent prédire le résultat du litige, comme on vient de mentionner. Par contre, personne ne sait comment, ni la manière suivant laquelle un programme arrive au résultat qu'il présente. De plus, les algorithmes de l'intelligence artificielle présentent également des risques liés à leur neutralité. En effet, les algorithmes de l'intelligence artificielle peuvent être biaisés et peuvent aussi commettre des erreurs. D'ailleurs, en 2015, les photos de Google ont commencé à identifier certains Africains comme étant des gorilles. En mars 2016, un robot de conversation utilisant l'intelligence artificielle a posté des tweets contenant des messages offensant et raciste à l'encontre d'Adolf Hitler. À cet égard, se pose aussi une question de la responsabilité. En cas d'erreur algorithmique, qui sera le responsable? Est-ce l'arbitre qui a utilisé ou bien qui a rendu la décision en se basant systématiquement sur l'intelligence artificielle, ou bien c'est la personne qui a développé les algorithmes sur la base desquels le programme fonctionne? De plus, l'intelligence artificielle soulève aussi des questions relatives à la confidentialité et à la sécurité des données. En effet, les informations stockées dans les bases de données d'intelligence artificielle pourraient être piratées ou pourraient être atteintes d'autres délits dans le cyberspace, comme le phishing par exemple, ce qui peut porter atteinte aux informations confidentielles des parties. De plus, son impact négatif sur l'arbitrage, positif, négatif plutôt, l'intelligence artificielle présente également un impact sur l'arbitre lui-même. En effet, plusieurs débats et controverses ont émergé concernant la capacité de l'intelligence artificielle à remplacer l'arbitre. Or, à notre avis, l'intelligence artificielle, dans sa version actuelle, reste loin de pouvoir remplacer l'arbitre dans l'intégralité du processus arbitral. Et ce, pour diverses considérations, notamment le manque de transparence et d'indépendance qui constituent les principales caractéristiques de l'arbitrage, ainsi que l'absence de l'émotion humaine sur la base de laquelle l'arbitre fait des interactions avec les parties et peut détecter la sincérité, l'hésitation, la falsification, etc. S'ajoutent à cela aussi des considérations juridiques relatives à l'absence d'un cadre légal la responsabilité de l'arbitre robot, les modalités de désignation du tribunal arbitral, la reconnaissance des sentences rendues par une machine, etc. Vu les considérations et les risques cités, nous pouvons penser légitimement que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer l'être humain dans la prise de décision de partie. Par contre, elle peut intervenir comme un outil d'assistance à l'arbitre, comme on vient de mentionner, notamment pour exécuter des tâches répétitives et permettant à celui-ci de se concentrer sur l'affaire et sur les stratégies de résolution du litige. Ainsi, nous proposons, afin d'éviter les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en arbitrage international, il est important de mettre en place un cadre légal régissant les modalités de recours aux outils de l'intelligence artificielle par les arbitres, tout en respectant les règles d'éthique et de transparence, ainsi que les règles liées à la responsabilité en cas d'erreur algorithmique. De plus, et afin de développer une intelligence artificielle vraiment spectaculaire, capable de rivaliser avec les meilleurs arbitres humains, les développeurs et les ingénieurs informaticiens doivent coopérer avec les arbitres pour pouvoir détecter leurs besoins, spécifiques en matière de nouvelles technologies, améliorer les systèmes existants et développer des versions plus adaptées. Ce qui permet non seulement de rendre le processus arbitral plus efficace et rapide, mais également de renforcer la sécurité, la confiance et la transparence. Il est également important que les institutions arbitrales prennent des initiatives pour encourager l'adoption de l'intelligence artificielle par les arbitres et les parties au litige, notamment en menant des arbitrages tests ou en invitant des parties volontaires à être les pionnières du changement. Des recherches et des données convaincantes en faveur des systèmes de l'intelligence artificielle, ainsi que leur impact crucial sur le processus arbitral, devraient également être présentées aux parties et aux arbitres pour les inciter à en recourir dans leur procédure arbitrale. D'ailleurs, une étude menée sur 200 prêtés qui utilisent l'intelligence artificielle dans le processus arbitral, et ce, vu les résultats et qu'on a cités. C'est bon, c'est terminé.
C'est bon, j'ai terminé. Finalement, je voudrais juste adresser mes remerciements au Centre démocratique, au comité scientifique et au comité d'organisation qui ont veillé à ce que cette conférence scientifique voie le jour. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, merci à vous, docteur Oumaïma. نذكر فقط الحضور الكريم أنه وجبة الغداء راح تكون على الساعة 2:30، ونختم هذه الجلسة بمداخلة سوف تقدم من قبل الأستاذة الدكتورة وداد العيدوني من جامعة عبد الملك السعدي، أنا بالذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل المهن القانونية. الدكتورة العيدوني. نعم، بسم الله أهلا الرحمن دكتورة، الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للمركز الديمقراطي العربي على تنظيم هذه الندوة الهامة التي تحمل عنوان القانون والذكاء الاصطناعي. ومداخلتي كما تفضلتم الأستاذ الفاضل هي الذكاء الاصطناعي وأثره على مستقبل المهن القانونية والقضائية. فنحن نعلم أن الذكاء الاصطناعي أضحى يشكل نقلة نوعية في مجال التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في شتى المجالات، ولم تكن الأنظمة القضائية بمعزل عن ذلك، الأمر الذي مثل تفاعلا معقدا في نظام العدالة وفي المهن القانونية والقضائية. ولعل الميثاق الأخلاقي الأوروبي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في المهن القانونية والقضائية يعد أول ميثاق أوروبي يحدد 5 مبادئ جوهرية ومنهجية تنطبق على المعالجة الآلية للأحكام والبيانات القضائية بناء على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في مجال التحقيق وفي عمليات صنع الحكم أو القرار القضائي وفي التقاضي عن بعد، كما يسهم في تبسيط الإجراءات والمساطر القضائية. وعلى الرغم من أن استخدام أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المهن القانونية والقضائية يسعى إلى تحسين جودة العدالة، إلا أن ذلك يستوجب احترام الحقوق الأساسية للأفراد طبقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في المجال. ونظرا للتطور السريع الذي يشهده مجال التكنولوجيا، يتوقع أن يخضع التحول الرقمي للمهن القانونية والقضائية عفوا لآفاق مستقبلية أخرى تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في تحليل البيانات القانونية وتقديم استشارات قانونية مبدئية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة واتخاذ القرار بشكل أسرع، كما يتم التطلع إلى التحول نحو إنشاء محاكم افتراضية تجري فيها الجلسات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يحافظ على الزمن القضائي والموارد الأخرى. أضف إلى ذلك أن هذه الرؤى المستقبلية ستعزز لا محالة التعاون الدولي في المجالين القانوني والقضائي من خلال تبادل المعطيات والخبرات بين الدول، وهذا سيسهم في تبادل الممارسات وفي تحسين الأنظمة القضائية. ويعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم آخر ما وصل إليه التقدم التكنولوجي في العصر الراهن، إذ أصبح ركيزة أساسية يتأسس عليها التطور في كافة المجالات بما فيها المهن القانونية والقضائية. فالذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين الكفاءة، في تحسين يعني الكفاءة وفعالية النظام القضائي. ولعل هذا ما يستدعي الحديث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي وتبني مفهوم المهن القضائية الذكية أولاً، ثم الحديث عن التحديات التي تواجه تفعيل وتنزيل هذه النظم القضائية الذكية في الواقع ومدى تأثيرها على تحقيق العدالة. فبالنسبة لآفاق
استخدام الذكاء الاصطناعي في المهن القانونية والقضائية، كما هو معلوم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع معالجة تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة وبدقة، كما يمكن استغلال هذه التقنيات لتحليل السوابق والقرارات القضائية وكذا النصوص القانونية، بجانب تقديم استشارات قانونية مبدئية للأفراد والشركات عن طريق منصات الدردشة القانونية والبرامج المخصصة، ناهيك عن تقديم الذكاء الاصطناعي لتوجيهات حول الإجراءات القانونية المطلوبة، مما يوفر الوقت ويوفر التكاليف على المواطنين والمحامين على حد سواء، الشيء الذي يسهم في ضمان مبدأ الولوج إلى العدالة كما سبق بيانه. ومن جهة أخرى، يمكن أيضاً الذكاء الاصطناعي أن يتمم العديد من الإجراءات الروتينية في المحاكم والمكاتب القانونية، والتي منها على سبيل المثال إلى الحصر جدول الجلسات، إدارة الوثائق، تتبع المواعيد القانونية، وهذا يسهم في تقليل العبء ويحقق ويعني تخفيف الضغط الإداري. فتقنيات يعني في تقنيات الذكاء الآلي، تقنيات التعلم الآلي التي هي أحد فروع الذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تساعد في التنبؤ بنتائج القضايا، ومن ثم يصبح هذا الذكاء الاصطناعي جزء من العملية القضائية ضمن ما يسمى بالمحاكم الذكية. كما أن الذكاء الاصطناعي له دور مهم في تحقيق العدالة الجنائية، إذ يسهم في إجراءات التحقيق الجنائي في حفظ الأمن العام للدولة، وهذا ما يؤهله للكشف عن الاحتيال الإلكتروني، فضلاً عن أهميته البالغة في تحديد هويات الأشخاص المشبه بهم واكتشاف الجرائم وتحديد الأسلحة المستخدمة وتحليل الحمض النووي عن طريق الخوارزميات، كما يمكن يعني هذا النظام من إعداد تقييمات والتقارير المتعلقة بالسجناء ومؤسسات الإصلاح والعقاب وغير ذلك، مما يدخل في نطاق ما يعرف بالتنبؤ بالجريمة. وقد سخرت بعض الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي للأعمال القانونية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت المحامي الآلي، حيث يقوم بالترافع وبتقديم استشارات قانونية وكذا مراجعة الوثائق والعقود وتكييفها وتحديد مكامن الخطر والمسؤولية. فالمحامي الروبوت يقوم بتوجيه الأسئلة للأطراف وينشئ مستندات ويرسلها للمستخدم، وإذا ما تم الوصول إلى كون الرضا بين الأطراف تكون الوثيقة جاهزة للتوقيع. وقد يكون المحامي الروبوت مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يستمع للادعاء ويخبر المدعى عليه، مما يجعل الأمر يمتد إلى استخدام روبوتات كوسطاء قانونيين لحل مشكلات النزاع. كما يمكن يعني أن يتم استخدام هذه الروبوتات من أجل يعني التنبؤ بالأحكام أو ما يسمى بالعدالة التنبؤية. ونتيجة لما سبق، يتضح أن عمل الذكاء الاصطناعي يفوق عمل المحامي في بعض الأعمال من خلال ما يملكه من سرعة ودقة، غير أن هذا لا يعني الاستغناء عن المحامي البشري، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالترافع أو بالإحاطة بوقائع الدعوى وصياغة المذكرات وتحليلها على الوجه المطلوب. وهذا ما جعل بعض الدول المتقدمة مثل الصين تعلن عن محاكم الإنترنت التي تبث في العديد من القضايا، وتضم هذه المحاكم قضاة مدعومين بالذكاء الاصطناعي، وتسمح للخصوم بتسجيل القضايا وحل الأمور في جلسة رقمية، وتختص بالنظر كذلك في العديد من النزاعات في وقت وجيز ومحدود، بالإضافة إلى نشر قضايا المحاكم للرفع من الشفافية النزاهة وزرع الثقة في القضاء. وفي هذا الصدد، تم تشغيل أول روبوت ذكاء اصطناعي في محكمة بكين والمسمى بزيايوفا، لتقديم الخدمات القانونية، وذلك بصوت طفل لتخفيف المشاعر، كما يقوم بشرح المصطلحات القانونية المعقدة، ويمكنه أيضا توجيه الناس إلى نافذة الخدمة الدقيقة للتقاضي، ويقدم الإجابة عن الأسئلة القانونية كتلك المرتبطة بإجراءات التقاضي وما إلى ذلك. كما يمكن دكتور أن يقوم العيدوني، دكتور العيدوني أرجو تقبل. عموما، يمكن أن أختم مداخلتي يعني بمجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، وهي كالتالي: أولا، لا شك أن التحول الرقمي أبان عن كيفية تعامل المهنيين القانونيين مع المهام وتنفيذها وتقديم كذلك الخدمة على الوجه المطلوب. ونحن نعلم بأن الذكاء الاصطناعي
يعني هو مهيئ لتغيير كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا المستقبلية، وسوف تخلق تقنيات جديدة يستخدمها مجموعة من القضايا أو تستخدم في مجموعة من القضايا القانونية الغير المسبوقة. عموما يعني هناك مجموعة من النتائج التي يمكن الحديث عنها، منها أن التحول الرقمي الذي خضعت له الإدارة القضائية في معظم الدول ساهم في دعم الولوج إلى العدالة ورفع من جودة خدماتها وتمكين المتقاضي من المعلومة، وكذلك تتبع الإنتاج والمردودية وتدبير الزمن القضائي. كذلك من النتائج أن التقاضي الآلي يتميز بالتنبؤ واتخاذ القرار والاستقلالية والتعلم المستمر والسمعة. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على العقل البشري، فهو الذي يقوم ببرمجته وهو الذي يقوم بإدخال البيانات به، والتي ينبغي أن تتبنى القيم والثقة والصحة والتنوع. ولعل هذا ما وضحته تجارب الدول الأخرى التي لا زالت تعمل جاهدة من أجل تحقيق فعالية تامة للنظم الذكية. وفي الختام، إدخال الذكاء الاصطناعي في المحاكم يعد نوعا من الإصلاح القضائي الذي يعد جزءا من نظام العدالة الناجزة والذي يهدف إلى سرعة شكرا شكرا بأنفعه. دكتورة، وعذرا عذرا على المقاطعة، لأن الذكاء الاصطناعي وأثره على المهن القانونية. منذ أيام سألت جيميني وهي محرك بحث، فيقوم على الذكاء الاصطناعي، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوض المحامي أو يعوض الموثق أو يعوض المحضر القضائي؟ فاعترفت جيميني أن لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوض هؤلاء، لأن الاعتبار الإنساني مهم جدا في مثل هذه المهن وفي المهن القانونية بشكل عام. أشكر لكم جميع حضركم، وأشكر المركز العربي الديمقراطي العربي لتحديه لنا هذه الفرصة لتقديم وحضور ومناقشة الكثير من المواضيع المهمة جدا في هذا المجال. ومباشرة أعيد أشكر سعادة الدكتور رشيد ساسام من جامعة عنابة الجزائر على إدارة هذه الجلسة العلمية بجدارة استحقاق، وأيضا الشكر موصول إلى جميع السادة والسيدات المتدخلين معنا في جلسات هذا المؤتمر. وأحيي فيكم مرة أخرى همتكم العالية على اقتحام هكذا مواضيع، وأثلجتم صدري تنوع المداخلات وثرائرها. ولنفتح مجال المناقشة في حدود 10 دقائق، ثم نتلو توصيات المؤتمر ونعلن عن اختتام أشغال هذا المؤتمر. إذن رشيد ساسان، ابقى معنا لإدارة النقاش في حدود 10 دقائق. طيب، هل يمكن إجراء مداخلة؟ من معنا؟ مجد عيون السود. قصدك تدخل وليس مداخلة.
هناك الشخصية. يقول له شيء سريع، خليه هاشم يقول لحظة بس دكتور، قد تكلمت عن قضية التشخيص، بيكون استخدام الذكاء الاصطناعي في قضية التشخيص مهم في الجوانب الطبية، بيكون النتائج بتاعته واقعة 90%، ولكن في الجانب العملي أو تحديد نسبة الذكاء أو الاستشارات التربوية بيكون بنسبة تقريبا 60%، لأن طبعا الارتكاز القدرات العقلية والتربوية بيحتاج إلى مواجهة فيس تو فيس لكي يقوم تحديد القدرات. فكنت أتوقع من أن تقوم بعرض أهم البرامج المستخدمة في عملية التشخيص. شكرا وأعتذر عن المقاطعة. شكرا جزيلا. مين عبد الرحمن؟ شهاد عذرا الدكتور حدود دقيقة واحدة. أولاً أنا بشكر المركز الديمقراطي العربي. أنا أستاذة دكتورة شيهان عبد الرحمن علي، أستاذ تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة. بشكر المركز الديمقراطي العربي على المؤتمرات الرائعة اللي بتثري مجالات كثيرة، ومن ضمنها مجال تخصصي، مجال الذكاء الاصطناعي. بشكر المركز الديمقراطي العربي على كل هذه المؤتمرات الرائعة، وبتمنى طبعا ان احنا نعقد مؤتمرات اكثر واكثر لنشر الوعي التكنولوجي في العالم العربي، لان طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان العالم العربي في الوعي قاصر في ناحية التكنولوجيا. فنتمنى ان احنا بكل ما نملكه من علم ان احنا ننشر هذا الوعي. كان ليا تعليق على طبعا المداخلات الرائعه اللي حصلت النهارده، ان احنا قلنا ان طبعا من ناحيه القانون لا يحكم الذكاء الاصطناعي حتى الان، ولكن كلنا نسعى جاهدين لوجود قانون يحكم الذكاء الاصطناعي. وبالفعل جمهوريه مصر العربيه اصدرت ميثاق الذكاء الاصطناعي، وهو ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتمنى ان الجميع يطلعوا عليه، لان بالفعل مصر بدات تتجه لهذا الاتجاه حتى يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي وباخلاق وبقانون يحكمه الى حد كبير. ايضا دول اخرى مثل الامارات والاردن تسعى جاهدة في هذا المجال، وطبعا جميع الدول العربية تسعى جاهدة، ولكن الدول اللي احنا ذكرناها يمكن أكثرهم لأنهم يملكون المال فيقومون بالعديد من الأبحاث في هذا المجال. أيضا احنا عملنا تبع المركز الديمقراطي العربي كتاب اسمه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ونشرناه بالفعل موجود على المركز. أنصح الجميع بأن نطلع عليه، لأنه برضو بيناقش الأخلاقيات الأساسية للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، اللي هو الأساس اللي بنبني عليه كل المجالات بعد كده. فإحنا بنعلم الطلبة إزاي يكونوا عندهم استخدام ذكاء اصطناعي جيد بشكل محترم بشكل أخلاقي، فنتمنى إن الجميع يطلعوا عليه. شكرا جزيلا يا حضراتكم، شكرا جزيلا للقائمين على المؤتمر، شكرا جزيلا. إذا كان في متدخل آخر من القاعة أو عبر أو الموجودين معنا اللايف، تفضل تفضل دكتور. وفي إطار التفاعل ما دار في النقاش من مداخلات من مواضيع، هو هناك حتى يجب توضيح عدة أمور. الأمر الأول هو أنه هناك خلط في المفاهيم عند مجموعة من المداخلات ما بين ما هو إلكتروني ورقمي وما هو ذكاء صناعي، وبالتالي هذا الخلط يثير مجموعة من الإشكاليات لدى المتلقي. بالتالي ما هو أنه هناك فرق شاسع، والحال أننا نتكلم نحن الآن عن جيل جديد من الثورة تجاوز مفهوم الرقمنة. ثانيا،
القانون في علاقته في جدل أن غالبية القوانين حاليا بما فيما أثرته الدكتورة هي قوانين لا زالت مترددة خائفة من هذا الوليد الجديد وليست لديها الجرأة على مواجهته. النقطة الثانية، النقطة الثالثة والرئيسية هو أنه طبيعة مجمعنا اليوم يدخل في إطار حوار، هذا الحوار يؤسس الأساس فهو حث المشرع في العالم العربي على إصدار قوانين تواكب هذا الوليد الجديد، لأنه كل تأخر له تكلفة، له تكلفة مادية، له تكلفة اقتصادية، له تكلفة أخلاقية، وله تكلفة إنسانية. فقط هذه الثلاث نقاط أثرت وأن أثيرها في النقاش حتى يعم النقاش في مواضيع في هذا الموضوع. شكرا. شكرا لك دكتور، وأنا أضم صوتي إلى صوتك في هذه الملاحظة، وأمر مباشرة إلى الأخ الأول الأستاذ محمد. أعتقد من جامعة الملك عبد العزيز. نعم، الحقيقة إضافة لما ذكر الدكتور هشام، هل نسعى لقانون وإلى كود أوف براكتس ستاندرزيشن؟ القانون يأتي نتيجة ماذا؟ القانون هو نتيجة تغيير واقع معين، أما إيجاد تقنين محدد فهذا يعني نقاش آخر، إيجاد تقنين لظاهرة معينة. وعلى العموم أنا نميز ما بين نقطتين حتى في النقاش كذلك، نميز ما بين القانون والعدالة. هل نسعى إلى تطبيق القانون، إيجاد قانون يحقق العدالة، أم إيجاد قانون يحكم بين الأطراف؟ الذكاء الصناعي حالياً يجد قوانين يحكم بمنطق القوانين فقط كآلة. أما مفهوم العدالة هنا فين غندخل مع الدكتور رئيس الجلسة، هو عندما قال بأن هناك محاماة وهناك قضاء لا يمكن أن يتدخل فيها الذكاء الصناعي. نحن نبحث هنا عن العدالة. العدالة غير موجودة في قوانين مثل القوانين الجنائية، يعني هي صارمة، يعني ممكن الذكاء الصناعي يذهب بمثل هذه القوانين ويكون صارما فيها. أما البحث عن مفهوم العدالة بمفهومه القيمي يختلف عن مفهوم القانون. وهنا أستحضر مقولة جون جاك مولر، ليس كل ما هو قانوني عادل، بل العدالة هي التي تفرض ما هو قانوني، لأن ما يجب أن يلهم القاضي ليس ما هو شرعي، ما هو مشروع. هل في تدخل آخر من القاعة أو من الدكتور ربيع؟ شكرا جزيلا. حبيت انوه بس ان في بالنسبه للبرامج اللي مستخدمه في الاستغيث او الاستشارات دي بتكون بالاجابه او بالافاده عن السؤال في ضوء البيانات المتوفره في البرنامج، ومن امثله برنامج الاستخدام شات جي بي تي في عمليه الاستشارات القانونيه او الاستشارات التربويه، ولكن مغذى ببيانات حتى عام 2021 تقريبا. فطبعا هنا في قرابه 3 سنوات فقد، وخاصة إن إحنا على مشارف 2025، فطبعا هو بيقوم بالإجابة أو بالاستشارة في ضوء البيانات المتوفرة في هذا البرنامج. فطبعا دي من أهم السلبيات بتاعته، إن هو ما تعملوش تحديث حتى الآن، بيقوم بالإفادة في ضوء البيانات المتوفرة حتى عام 2021. فطبعا نأمل أو نتوقع إن البرامج اللي هي تكون محدثة ببيانات حتى على الأقل 2024. شكرا جزيلا. اعتقد منذ سنتين او شيء منذ 3 سنوات برمجيه تعتمد على الذكاء الاصطناعي قتلت 5 مرضى في مستشفى بريطاني لخطأ في تقدير المرض المناسب للحاله المرضيه للمرضى. ينبغي أن نفكر بشكل جدي وأن نعيد التفكير بعد ذلك، لأن الذكاء الاصطناعي ليس هو أكيد راح يكون قدر محتوم، لكن ينبغي أو أن نتعلم كيف نواجه الذكاء الاصطناعي في قادم السنوات، خاصة في
العرب. أعتقد أنه راح نختم عندها. دكتور عمر، إذن أشكر سعادة الدكتور رشيد ساسان على إدارة هذا النقاش، وأشكر أيضا الحاضرين في قاعة المؤتمر بفندق سفير بالقاهرة. أشكر جميع المتدخلين والمشاركين في فعاليات هذا المؤتمر الدولي الموسوم بالقانون والذكاء الاصطناعي من جميع الدول العربية الشقيقة والصديقة. وأنا على يقين أن هذا المؤتمر يعتبر جهد أكاديمي ولبنة تنضاف إلى جهود الباحثين في العالم العربي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المنظومة القانونية. إذا لكل بداية نهاية، وصلنا إلى المحطة النهائية في هذا المؤتمر المتمثلة في قراءة توصية المؤتمر. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. إذا توصيات المؤتمر الدولي الموسوم بالقانون والذكاء الاصطناعي، دراسات ورؤى في التشريع والمجتمع. المنعقد يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 حضوريا بالقاهرة مصر، وافتراضيا عبر تطبيق الزوم. انطلاقا من الإشكالية العامة الخاصة بالمؤتمر التي اتخذها المشاركون أرضية عمل لبحوثهم ودراساتهم، واستحضارا لمن صبت عليه مداخلات المشاركين ومناقشاتهم، وبعد التداول وتبادل الرأي انتهت لجنة التوصيات إلى رفع التوصيات التالية. أولاً، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة لتعزيز الكفاءة في المهن القضائية، القاضي، المحامي، المترجم، الخبير، وتقديم خدمات قانونية متميزة. ولكن لضمان الاستفادة من هذه التقنية، يتعين تبني استراتيجيات تدريبية فعالة للعنصر البشري، وتحديث المبادئ الأخلاقية، ولتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة دور مهم في تشكيل مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في المهن القانونية والقضائية. ثانياً، ضرورة إضفاء الحماية القانونية على الأعمال التي تكون وليدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عن طريق تحسين حوكمة الذكاء الاصطناعي. فمن الضروري تطوير سياسات الحوكمة مع التركيز على الأمان وحماية الملكية الفكرية. ثالثاً، يعد دمج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين ثورة في عالم المال والأعمال، بحيث يعملان على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة الأمان، وتقديم رؤى فورية وتوصيات متخصصة للعملاء في صناعة الخدمات المالية، مما يستدعي تعميم استعماله في اقتصاديات المنطقة العربية والإفريقية. رابعاً، الدعوة إلى إقرار ميثاق أخلاقي باستخدام الدعوة إلى إقرار ميثاق أخلاقي عربي لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ففي ظل غياب الضوابط الأخلاقية الناظمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يؤدي هذا بالضرورة إلى ظهور مظاهر التحيز والتميز والتمييز وتهديد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. خامساً، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم فوائد عدة، إلا أن هناك أيضا اختبارات أخلاقية تحتاج إلى معالجة، مما يستدعي مواصلة اكتشاف إمكانيات هذه التطبيقات في التعليم والعمل على معالجة التحديات والمخاوف التي قد تظهر مع استمرار هذا النوع من التكنولوجيا في التحسن وتنفيذها في نظام التعليم الحالي في العالم العربي. سادساً، تشجيع مبادرات تصميم تطبيقات ذكية تهدف لتحسين جودة الإنسان بصفة عامة وحياة ذوي الهمم بصفة خاصة، مثل العصا الذكية المزودة بأجهزة الاستشعار الذكية التي تسمح باكتشاف العوائق، مما يمكنهم من الاستمتاع بالحرية والاستقلالية في التنقل والتواصل والتفاعل مع كيانات المجتمع بشكل طبيعي. سابعاً، العمل على توسيع مبدأ المسؤولية، وها هنا نقصد المسؤولية المدنية والجنائية، لتشمل المسؤولية الناجمة عن استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
كالروبوتات الجراحية والسيارات ذاتية القيادة والطائرات ذاتية القيادة وغيرها. ثامنا، خلق حوار بين مختلف الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء من الناحية التقنية الفنية ومن الناحية القانونية، وذلك من أجل ضمان تأطير قانوني حقيقي وفعال قادر على تلبية متطلبات حماية حقوق الأفراد من جهة، ولا يشكل عائقا في وجه حرية الابتكار والتقدم الاقتصادي من جهة أخرى. تاسعا، الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعمل على مكافحة أيضا التطرف العنيف والتصدي لخطاب الكراهية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تاسعا، الدعوة إلى عقد ملتقيات علمية أخرى تعنى بقضية معينة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك لأنه يشكل موضوعا واسعا وخصبا للدراسة والتحليل، يتعلق بعدة مجالات: الشريعة، القانون، التربية، الثقافة، الصحة، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والأمن السيبراني وغيره. عاشرا وأخيرا، نشر أشغال هذا المؤتمر في نسخ إلكترونية وتعميم مادته العلمية عبر مختلف وسائل الرقمية وعبر مواقع المركز الديمقراطي العربي، وعلى أمل اللقاء بكم في موعد ولقاء علمي آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم وعلى شرفكم أعلن رفض نيابة عن الدكتور عمار شنعر رئيس المركز الديمقراطي العربي، أعلن رسميا اختتام أشغال هذا المؤتمر العلمي الموسوم بالقانون والذكاء الاصطناعي، دراسات ورؤى في التشريع والمجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام وجزاكم الله كل خير. شكرا لكم.